عرفت من المذكرات ان مريم مخلفه بنت من يسري دكروري. ده حقيقي، بس يسري كان رافض الجنين ده وطلب منها انها تنزله. وده ما حصلش طبعا. لا طبعا، بعد ما اتطلقت من يسري وصل حملها للشهر الخامس، ولما ما بقاش ينفع بقى انها تخبي بطنها اكتر من كده اختفت عن الاضواء لحد ما تولد. لكن ما كانش في حد واقف جنبها في حملها، وده اللي خلاها تلجا لامال امها. فعلا، بس هو كان في مشاكل بينها وبين امها، لان امها اساسا كانت رافضه دخولها الوسط الفني. بعتني ليه؟ اخيرا افتكرت ان ليكي ام. انا محتاجه ليك جنبي قوي. مش انت اللي سبت البيت وصممتي تشتغلي في الفن وعادتي عيلتك؟ مالك؟ انا حامل. حامل؟ اخصى عليكي وعلى تربيتك، يا ريت كانت رجلي اتقطعت قبل ما اخط عتبة بيتك. انا متجوزه. متجوزه؟ من غير ما اعرف؟ متجوزه عرفي كمان؟ بس الورقه مش معايا. كان هي رد فعل امال. حست ساعتها بقى ان كان عندها حق في خوف على بنتها من دخول الفن. بس مريم لما وصلت للشهور الاخيره في الحمل ووقت ولادتها، امال بعتت لدكتور تبعها من البلد علشان يجي يولدها في قلب شقتها. زي ما اتفقنا يا دكتور، مش هوصيك. عيب يا ام مريم، ده انت اللي مربيانا. كل اللي كانت بتفكر فيه امال ساعتها ازاي تخلص من البنت. ماما ولد ولا بنت؟ بنت. عايز اشوفها واخدها في حضني. ماتت. بتقولي ايه؟ ازاي؟ طب هي فين؟ وفضلت مريم لمدة 10 سنين تقريبا فاكرة ان بنتها ماتت فعلا، لحد ما امها تعبت بمرض شديد جدا. بس مريم ما سابتهاش، صرفت على علاجها كل اللي معاها. بس ما كانش في حل غير انها تسفرها برا علشان تعمل عملية. عشان كده مريم كان بتوافق على اي عمل يجي لها. كان لازم تجمع فلوس العملية في اسرع وقت، لدرجة انها استلفت علشان تسفر امها. خلاص يا ماما، انا اتصرفت في فلوس وحجزتلك في مستشفى بره، ودي تذاكر السفر. انت صرفتي عليا كتير قوي يا بنتي، ليه بس التعب ده؟ وانا عندي ام غيرك. الفترة اللي قعدتها معاكي من ساعة ما جيت عرفت ان انا كنت غلط. ليه بتقولي كده يا ماما؟ سيبيني اقول اللي جوايا. انت وقفتي جنبي وشلتيني على كفوف الراحه، واحده غيرك كانت سبب. وانا عندي كم ام؟ انا في جوايا سر لازم اقولهولك، عشان لو جرالي حاجه وخلصت ذمتي قدام ربنا. بنتك عايشه ما ماتتش. ازاي؟ بعد ما ولدتيها اديتها للدكتور، قلت له ياخدها على البلد. كل اللي كان في نيتي ان اخلص منها، بس حسيت بالذنب. فضلت افكر اوديها فين، ما لقيتش غير اني اوديها مع العيال اللي شبه العيال، محدش يعرف مين أهله. وراحت أمال بالبنت لدار الأيتام، سلمتها هناك وتكفلت بيها، وطلبت من مديرة الدار إنها تكتبها باسمها. قلت جاهزة أعمل حسنة تمحي الخطيئة اللي أنت عملتيها. أنا عملت خطيئة؟ أنا كنت فاكرة كده. يعني أنت زدتي نفسك وكدبتي بنتك؟ أنت
بنتي محرومة من بنتي سنتي كلها وانا عايشة غصب عني غصب عني. سامحيني سامحيني حبيبتي. الظرف ده في كل الأوراق اللي تخص بنتك. فضلت مريم تروح الدار بشكل شبه يومي علشان تشوف نورهان. وتقعد معها أطول وقت ممكن. طبعا كان فات الأوان بقى إنها تقول لحد أو تعترف إن نورهان دي تبقى بنتها. أكيد كانت خايفة على نجوميتها لما الناس تعرف فجأة كده إن ليها بنت. ده حقيقي. ده غير خوفها من يسر الدكروري. لحد ما جه يوم قررت فيه مريم إنها تواجه نفسها وتواجه الناس كلها وتروح تاخد نورهان من دار الأيتام علشان تعيش معاها. اتفاجئت بيهم بيقولوا لها نورهان هربت وسابت الدار. أه أنا عارف. الكلام ده كانت كاتباه مريم في مذكراتها. بس ليه هي ما حاولتش تدور عليها بعد كده؟ بالعكس ده فضلت تدور عليها في كل حتة لحد ما يأست. تعبت نفسيا وجات لي العيادة علشان عالجها. وسيادتك بتسأل عن البنت دي ليه؟ لو عملت حاجة قول لي وانا اجيبها لك لحد عندك. شكرا حبيبي بس الحقيقة في واحد صاحبي عايز يعرف كل حاجة عنها. هي حاليا بتشتغل في ديسكو وتقبض عليها مرتين اتجار مخدرات. طب ممكن اخد صورة من الملف ده بعد اذنك؟ طبعا يا مندور بيه تحت امرك. نورهان اللي انت بتدور عليها طلعت مسجلة. الله، واحدة طالعة لا اب ولا ام، عايزة تطلع ايه؟ استاذ الكيمياء؟ الله لك حق. المهم دلوقتي هي لسه شغالة في الديسكو ولا سابته؟ والله طبقا للمعلومات الموجودة في الملف لسه شغالة هناك. طب ما تيجي نروح نشوفها. ايه ده؟ انا هروح ديسكو يا هلال؟ الله، وانا بقولك تعالى نسكر، احنا هنشوفها موجوده ولا لا. حاضر، امر الله. معلش يا حبيبي انا اسفه. تلاش يا ماما تلاش، جرح سطحي الله ما تلاش، الحمد لله. ما قلقش ازاي؟ ما قلقش ازاي وانت المصيبه عماله ترف عليك واحده ورا الثانيه؟ انا عارفه طلعت في طريقك دي ازاي. يا مين يا ادم السعد؟ ادم النحس عليك. شوف بقالك قد ايه في الداخليه ما جرالكش حتى خدش واحد. يا ماما انا كنت في بوليس الاداب، هتعور ازاي يعني؟ يا ابني يا حبيبي، ده انت لما جيت خطبتها نقلوك، ولما نويت تكتب كتابك جات لك طلقه. امال لما تنوي تتجوزها هيحصل لك ايه؟ هيفجروك. والله صابرين بتحبك يا ماما. وانا بقى ما بقبلهاش لا هي ولا امها. بشويش 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 يا حبيبتي، بشويش عليك بشويش حبيبي. معلش معلش. تمام يا حمزه. تمام كده. ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسه. والله انت بنت حلال، لسه حالا كنت بشكر فيك. يا سبحان الله، للدرجات القلوب عند بعضها؟ ده انا طول الطريق انا وصابرين مالناش سيره غيرك. كحة مسكاني من الصبح هطلع روحي. يا روحي. طب بقول لك ايه، خدي اشربي العصير ده يمكن تطلع. ايه ايه ده؟ عصير ام 3 جنيه ونص؟ اشربي يا ام. قولي بس البعزقه والمصاريف دي كلها. اشربي يا ام.
امال عصام ما جاش معاكم ليه؟ ايه؟ معقوله يسيبكم انتوا الاثنين كده تيجوا من غير ما يجي يعني يشوفوا ولا ايه؟ ما ماما ساعات في ناس مستشفيات. انا مش قصدي اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده، انا قصدي ان هو ما يسيبهمش هما الاثنين يجوا لوحدهم وما يجيش. مش دي برضو اصول الرجوله ولا انا متهيألي؟ اشرب يا ماما اشرب. مش هشرب من انا مالك يا عصام؟ هو انت في حاجه مضايقاك؟ انت لسه صغيره ومش هقدر اقول لك اللي انا حاسس بيه. احكي لي يا عصام، انا مش صغيره، مش انا كل حاجه بحكيها لك؟ انا بحبك وعايزك تبقي مراتي بتاعتي. انا نفسي اي حاجه اطلبها اقولها لك من غير كسوف. عصام انت رحت فين؟ انا اسف ما قدرتش امسك نفسي، مكنتش عايزك تسمعيني وانا منهار كده. انت طيب قوي يا عصام، انا مشفتش حد زيك كده. انا خايف اطلب منك حاجه تفهميني غلط. لا قول كل اللي جواك. ممكن نتكلم فيديو كول نبقى واخدين راحتنا؟ عايز احس انك مراتي. انا مش هقدر اعمل كده يا عصام، انا بعت لك صوره قبل كده عشان ما تزعلش، بس اكتر من كده انا مش هقدر. خلاص يا منى، انا اسف ان انت شايفاه، انا لازم اقفل. عصام اتبسطتي قوي يا روح امك؟ قوي. وبعدين ما انت عارفه انت اتبسطتي كتير قبلي. طب امشي يا بنت من قدامي لبوظ لك وشك ده. هي مين دي اللي بوظ لها وشها؟ بس امشي انت دلوقتي. ماهي ايه يا نوران يا حبيبتي؟ مالك؟ هتفضلي تعملي لي مشاكل كتير ولا ايه؟ ظهر انك حنيت العشد الملاجئ. خلي بالك، انا زي ما وقفت جنبك وشغلتك هنا، بكره الصبح ممكن تلاقي نفسك في الملجأ تاني. ركزي وشوفي شغلي. الشنطه دي فيها 50 تذكره، يتوزع كلهم النهارده. Give you up.
لا لا، انا قلت لك انا ما بحبش ادخل اماكن زي كده، لو حد شافني دلوقتي هيبقى منظري وحش قوي. ما تدخلش ازاي؟ امال احنا جايين ليه؟ طب اسمع، ما تيجي نطلع بره ونبعت لها تيجي تقابلنا هناك بره. من فضلك لو سمحت، يا درهان محبوب بتشتغل هنا؟ اه، قول لها مين؟ قول لها احنا اصلنا قرايبها وجايين نطمن عليها. اه قرايبها. طب ثانية واحدة، هروح أبلغها وأجيلك. إيه ده؟ وداري بالي. منظره ما يريحش. مؤبشة، في ناس بيسألوا على نورهان وبيقولوا إن هما قرايبها. هي من إمتى كان ليها قرايب يا باشا؟ تحت أمرك. في ناس بيقولوا ان هم قرايبك وعايزين. قرايبي مين؟ انت عارف مين؟ يمكن في مصلحه دايره من ورايا ولا حاجه. انا ما اعرفش حد ومش هشوف حد. تبقى اكيد عامله مصيبه. بقول لك ايه؟ حواراتك ومشاكلك كتروا قوي معايا. وانت عارفه انا مين وابن مين؟ عارفه يا ابن الست الموت. انا اسف جدا يا معالي الباشا. هي نورهان عندها شغل كتير ومش هتقدر تسيب البار. هي نورهان هي اللي هناك دي؟ ايوه معالي الباشا. طيب مش عايزه تيجي، احنا نروح لها. اتفضل يا معالي الباشا، المكان مكانك. يلا مندوب. عايزه ايه امي؟ انا مش هتحرك من هنا، عايز تروح روح انت. تعالى ما تزرجنش. انا مش هتحرك من هنا، اتفضل انت روح. اتفضل. انت نورهان؟ ايوه. انا بدور عليكي بقالي كتير. اشمعنى؟ انا اعرف والدتك. تعرف ام امان؟ لا، امان مش والدتك. والدتك الحقيقيه مريم رياض. مريم رياض؟ مريم رياض الممثله. اه، انت شكلك تقلت في الشغل. طب ما فيش مكان هادي كده نقعد فيه وافهمك على كل حاجه. هيثم. خليك مكاني بس شويه. اوكي. تعال. اوكي. هو انت ايه حكايتك بقى؟ وايه موضوع ان مريم رياض تبقى امي ده؟ مريم رياض تبقى امك فعلا. لا والله، والمفروض ان انا اصدق بقى. ليك حق تستغربي، بس لو سمعتيني هتفهمي كل حاجه. انت مجنون يا راجل انت، ولا انت مين اللي حدفك عليا؟ وبعدين انت تعرف مريم منين اصلا؟ فاكره الرسمه دي؟ مريم فضلت محتفظه بيها لغايه ما ماتت. مريم مرض بظروف خليتها تبعد عنك وما تعترفش بيكي. وايه الظروف اللي تخلي امي ما تعترفش ببنتها؟ وبعدين انت جاي بعد العمر ده كله تقولي كلامك ده وعايزني اصدقك عادي؟ مريم كانت رايحه تعترف بيكي وما لقيتكيش. وقتها كنت هربانه من الدار. تعرفت منين الحاجات دي؟ الصوره دي جبتها منين؟ انا جاي لك عشان الورث اللي ليكي. وعشان اساعدك تصادي للورث ده لازم انت كمان تساعديني ان انا اوصل للهات المريم. مريم اتقتلت؟ قصدك انتحرت؟ في حاجات كتير انت ما تعرفهاش عن مريم. اديني فرصه افهمك. هي انا رايح فين؟ 10 دقايق وجاي استناها. نوران راحت فين؟ في راجل كبير عدى عليها دلوقتي، خدته دخل. دلوقتي شقة مريم من حقك. حتى لو اللي انت قلته ده صح، انا مش عايزه منها حاجه. بصي، انا مش هدافع عنها، بس ساعات الظروف بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. كل اللي انت هتقوله مش هيعوضني حاجه عن اللي انا شفته. انا عشت نص عمري في الشارع ونص التاني في ملجأ. طيب مش عارفه تعرفي مين ابوك الحقيقي؟ وهتفرق في ايه لو عرفت؟ ايه بقى؟ مش هنشوف شغلنا ولا ايه؟ ده الكارت بتاعي، لو احتجت اي حاجه كلميني. على اذنك. ازيك يا عماد؟
أنا لقيتك مكلمني بس الموبايل ما كانش جنبي. إيه لا ولا يهمك، أنا كنت يعني بطمن عليكي، لقيتك مختفية بقالك فترة. الجورنال واخد كل وقتي، ببقى نفسي أغير جو ساعات، بس للأسف بقى اللي يعرف هلال كامل ينسى الكلام ده. انت هتقولي لي أنا بس يعني مش حابب إنك تجهدي نفسك زيادة عن اللزوم، ولو حبيتي تغيري جو في أي وقت أنا موجود. أكيد طبعاً. مرسي قوي يا عماد. عفو. الشحاتة هتكون واقفة ما بين الميدان والشارع المقابل، غالبا بعد ما بتخلص بتروح على دار الأيتام، عايزة تصور كل تحركاتها والطفل اللي معاها. بص عالمي، انت هتلاقي تركيز من النار، هتتفاجئ، انا اصلا في المراقبة ماليش حل. لا شيخ، انت مش جاي النهاردة ولا ايه؟ مش هينفع عادي، غادة شيطة وانا عايز الموضوع يعدي من غير مشاكل. حاول تهدي الامور شوية، غدا مش سهلة وانا مش عايزة يكون في بيننا مشاكل. انا هتجنن بجد، برود اعصابها ده مش طبيعي، دي مش شخصية غادة، في حاجة غريبة في الموضوع. المهم ان انا عايزة اشوفك. ماشي هشوف كده، يلا سلام. باي باي يا حبيبي. يا غادة عرفت بجوازك من جمال؟ وجات لي وطلبت مني تشاركني مصالحي مع جمال. انت لازم تقطعي علاقتك بالست دي. انت غشيم، انا كنت خايفه ان هي تعرف، بس ما دام عرفت ليه اخسرها؟ المهم ان انا مصالحي تكون ماشيه مع الكل. باشا والنبي اي حاجه يا باشا ساعدني، والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه يا باشا، ربنا يسعدك يا رب. والنبي يا باشا تساعدني باي حاجه. والله البت على دراعي ما كانت من الصبح يا باشا، والله ابوها عاجب وانا مبكي عليها. والنبي يا باشا ربنا يسعدك اي حاجه، ربنا يسعدك يا باشا، ربنا يسعدك يا رب. اي حاجه يا باشا ربنا يسعدك، يا رب يسعدك يا باشا. البت نايمة ما جاتش النهارده ليه؟ ما هي كلمتني وقالت لي انها تعبانه مش قادره توصل بطولها، فقالت هتاجز النهارده. يا حلاوه، تعبانه؟ لا يا اختي سلامتها الف سلامه. بقول لك ايه، جو الاجازات وموظفين الحكومه ده مش عندنا، الكلام ده ما يخصناش. والمهيه اليوميه اللي بتدفع لساميه شغاله، ولو انت بقى مش عارفه تدوري السريحه اللي معاكي فهميني. لا عارفه يا ست رحاب، وانت والست ساميه ليكوا عندي اليوميه، وانت لما بتيجي تقبضيها انا ما بتاخرش. لو كده بقى يبقى حلو الكلام، هعد عليك النهارده في البيت اخد اليوميه منك. طب ما تنسيش بقى والنبي تجيبي لي معاكي شنطه زيت وسكر من اللي بتوسعهم الست ساميه. شنطه ايه يا اختي؟ بقول لك ايه، بطل استعباط، الشنط دي للغلابه والمحتاجين. ماشي كده برضه استرحب. خلاص يا اختي بطل سهوه، هجيب لك شنطه. تعيش. استاذ هلال، زكي بعت لي الصور اللي صورها وانا طبعتها لك. بقول لك يا مندور، في دار ايتام
أنا شاكك إن بيحصل فيها حاجات مش مظبوطة. هي فين الدار دي؟ أيوة زكي. أيوة أستاذ هلال. أنا عرفت لك مكان الشحاتة. طيب، أوكي. ممكن تيجي معايا مشوار؟ ما تقلقش نفسك يا عمر. بلغ كل أهالي الدايرة إن أسر الشهداء هطلعهم عمرة على حسابي الشخصي، ودي أقل حاجة ممكن أقدمها لهم. جزاك الله كل خير يا حاج طلعت، يعني أطمنهم خلاص؟ جرالك إيه يا عمر؟ هو أنا عمري قلت لك كلمة ورجعت فيها؟ طب أقولك على حاجة، خليك، أنا هكلم مهاب ابني دلوقتي قدامك علشان هو حريص إنه يخلص التصاريح دي أكتر مني ويخلص أي حاجة يعوزها أهلي. تسلم يا حاج. ألو، أيوة حاج، تصاريح؟ آه حاضر، ربنا يسهل. بقولك أنت عرفت إن أبو مصعب البوليس قبس عليه؟ معنى كده البضاعة تشح في السوق، باشا كبير مالكش ولا إيه؟ آه طب يا حاج، أنت شكل في حد جنبك. على العموم أنا أرفع سعر البضاعة شوية لحد ما نشوف هنوصل أبو مصعب إزاي. سلام يا حاج، الله يسهله. إيه؟ في حاجة؟ لا مفيش، أنا شكلي هعتمد عليك شوية في الفترة الجاية في الشغل. يا راجل، طب ما أنت كل مرة بتقولي كده بتعملي إيه هنا يا حلوة؟ نزل إيدك لأزعلك عليها يا واطي. لمي نفسك بدل ما أرميكي في الشارع اللي أنا جايبك منه. ما تنساش إن أنت اللي محتاجني، مش أنا اللي محتاجالك. محتاج لك؟ أنت مين يا بت؟ أنت ولا حاجة. انت نسيتي نفسك ولا ارحمك؟ سيبك منها يا هوبة، دي بنت شمامة. انا شمامة يا رخيصة يا واطية؟ انت عايزة على مين يا بنت؟ بس بس قلت بس، انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انا ليه ومنظور شكري؟ خير يا باشا؟ ايه مش فاكراني انت؟ مفيش، اتفضل. طيب طبعا، اتفضلوا اتفضلوا. ما تخافيش، يا هو انت اسمك ايه يا بنتي؟ زينب يا باشا. الواد ابنك اللي كنت بتشحتي بيه فين يا زينب؟ سبته النهارده عند اهل ابويا يا باشا. واهل ابوكي ساكنين في دار الايتام؟ بص في الصور دي كده يا زينب، يمكن يفكرك يعني ابوي يبقى فين. شوف شوف شوف، شكلك حلو انت والواد شيلاء، شكلك حلو قوي قوي قوي. الواد ده مش ابنك صح؟ والله يا باشا انا ما طبعا كده، عندنا محضر خطف طفل والتستر على مجرم، ده غير طبعا محضر التسول. ويا ترى لما نكشف على ملفها هنلاقي ايه تاني؟ لا هي هتتكلم صح زينب؟ زينب أنا عايز أعرف كل حاجة عن دار الأيتام دي، والواد اللي كان معاه كده إيه علاقته بالدار؟ أنا يا باشا ماليش دعوة بحاجة، أنا دوب بأجر العيال دي باليومين الدار. يعني إيه بتأجريه؟ يعني بروح أول اليوم أخده أسرح بيه وأرجعه آخر النهار. ومين اللي بيأجرهولك؟ الست سامية. قولي كل اللي عندك وخلصينا، إحنا مش هنسحب منك الكلام كلمة كلمة. يا باشا أنا كل اللي بعمله إني بأجر العيال دي من الدار. سامية بتشتغل الشغل ده مع ناس كتير قوي غيري. وازاي يبقوا ايتام ومتسجلين في الوزارة وتاخدهم تشحتوا بيهم؟ وزارة ايه يا باشا؟ العيال دي ملهاش دعوة بالوزارة. زينب الموضوع كبير يا زينب، بدل ما تروحي في داهية قولي كل حاجة. يا باشا العيال دي مخطوفة، في ناس بتخطفهم وبتجيبهم لسامية. سامية بقى في منهم اللي بتأجرهم لنا وفي منهم اللي بتبيعهم. بتبيعهم ازاي؟ ما هو انت يا باشا علشان تتبنى عيل من الملجأ بيبقى في قوانين واجراءات وحاجات عاملاها الحكومة. في ناس بقى بتبقى مستعجله او مش عايزين حد يعرف انهم ما بيخلفوش، دول بقى بيدوروا على العيال اللي هم ملهمش ورق عشان يكتبوهم على اساميهم، وساميه بتظبط لهم ده كله كله بتمنه. وفي برضو الرجاله اللي هم بيبقوا غاويين يشتروا بنات، ودول بقى بيبقى تمنهم يعني غالي شويه. مش معنى البنات يعني يا باشا بتبقى لا مؤاخذه رجاله ناقصه بيبقوا بيحبوا الحريم الصغير. ساميه بقى تستنى على البيت كده تبقى 13 14 سنه وتبيعهم للراجل من دول، هو بقى يشغلها عنده شويه وبعدين يتجوزها، يشغلها عنده شويه وبعدين يرجعها الدار بعد ما ياخد غرضه منها كده يعني. طب والولاد؟ لا الصبيان بيبقى لهم سكه تانيه، دول بقى يسرقوا سرقه
يبلطجوا على حد، لا مؤاخذه ينزلوا مظاهره يعملوا فيها قلق. والعيال دول مكانهم فين؟ هما جوه الدار يا باشا، بس فين بالظبط انا ما اعرفش. انا كذا مره اسال العيال هناك بس بيخافوا يقولوا لي. مثل ساميه تعتبر مربيه لهم الرعب يا باشا. ومين بقى اللي بيخطف العيال دي؟ واحد كده اسمه العتر، هو اللي ليه في السكه دي. مين العتر ده؟ عيب عليك يا ابل رحاب، ده انا العتره. ما انا عارفه يا اخويا انك العتره، امال انا طالباك انت بالذات ليه؟ بس خلي بالك مش عايزه غشوميه وشغل جنان. كل اللي طالباه منك تتقصي على البت نعيمه. انا عايز اعرف البت دي ما بقتش تيجي تاخد العلم الملجا ليه؟ وبعدين البت زينب حورت عليا حوار كده من الاخر مش داخل دماغي. قال ايه؟ نعيمه عيانه وعايزه اجازه. فهمتني؟ اعتبري حصل، حابب لك خبرها. نهار اسود عليا وعلى امي وعلى اللي خلفوني. يا عم لسه بقولك مش عايزه مشاكل. قصدي يعني هجيب لك اخبارها حالا من البنت زينب. ما انت عارفه انها بتكش مني. امال انا جايباك ليه؟ ما عشان الكشه دي. بقولك ايه، افتح لك شنطه العربيه، انا اخد معانا شنطه فيها زيت وسكر وشويه حاجات للبنت زينب. زيت وسكر؟ زينب دي لو طلعت اللي معاها هتجيب شنط ولحمه وتصرف على الشارع ده كله. تقولي لي زيت وسكر؟ تصدق عندك حق. يلا انسى. انت تيجي معانا دلوقتي على الاسم، تقولي كل اللي تعرفيه عن الدار والساميه واللي اسمه العتره ده. لا يا باشا اسمي انا كده هروح في ده. اسمعي بس يا زينب، ما انت لو ما اعترفتيش هيعتبروكي متهمه، لكن لو اعترفتي ممكن تبقي شاهده. اه وكده نقدر نحميكي. ست رحاب؟ مالك يا بنت متلبشه ليه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. طبعا حقك. بص يا استاذ، الاستاذه ساميه عندها جمعيات خيريه وبتلم فلوس من الناس الاغنياء توزعهم على الغلابه اللي زي زينب. وانا هنا بقى عشان جايه بال زينب شويه حاجات حدهم لها، يعني اعمل خير. وانا كمان جاي اعمل خير. يلا يا زينب نشوف مشوارنا. مشوار ايه اللي هتاخدها معاك فيه؟ انت مالك بيها؟ وبعدين ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت مين؟ انا جوزها، اخوها، مالكش فيه. وبعدين وانا سالتك انت مين عشان تسالني؟ انت تكلمني كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز، وكلمه تاني منك مش هتلاقي مني كلام هيبقى فعل. يلا بينا احسن. طيب مش هنكمل مشوارنا يا زينب؟ لا لا هنروح احنا مشوار تاني. يلا ايه في ايه؟ انا ما قلتش حاجه، والله ما قلت حاجه، والله ما قلت حاجه. الموضوع بيكبر يا هلال، واضح ان انا وانت مش هنقدر نتصرف. احنا نبلغ الشرطه ونطلع على الدار، واكيد هم هيعرفوا العيال دي فين. شرطه ايه بس؟ انت ناسي ان الدار تحت اشراف وزاره التضامن، يعني لازم يبقى في دليل على كلامك، ده غير اذن النيابه. انا هتصل برؤوف، اكيد هو هيتصرف اسرع. يا صابرين هاتي من فضلك لحسن يكون تليفون شغل ارجوكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي هترد اصلا ودراعك مربوط كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ انت بتعايريني عشان انا عاجز يا صابرين؟ نعم عاجز. لا 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 مخك راح فين؟ لا لا انا قصدي يعني عشان دراعي مربوط مؤقتا من فضلك. التليفون تليفون شغل لو سمحتي. اه دلوقتي فيك حل للشغل وما فيكش حل كاتب الكتاب صح؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انا عارف انا عارف ان انت متضايقه عشان موضوع تاجيل كاتب الكتاب، بس اديكي شايفه اهو نصيبنا كده، هنعمل ايه طيب؟ لا يا حبيبي الف سلام عليك، ما تقولش كده. انا عموما كلمت المعازيم النهارده واجلت معاهم كاتب الكتاب. انا بس عايزاك تقوم بالسلامه كده عشان تقدر تيجي بكره. لا لحظة واحدة، أجي فين بكرة يا حبيبتي؟ كاتب كتابنا. لا أنا لما قلت نأجل كاتب الكتاب قلت نأجله شوية مش نأجله يوم. لا بقولك إيه، أنا مش هأجل تاني، أنا خلاص كلمت المعازيم وأكدت عليهم إنه بكرة. لا تعتذري لهم يا حبيبتي تعتذري لهم. والله ومنظري أنا بقى إيه قدامهم؟ وأنا بقى منظري هيبقى إيه وأنا بكتب كتابي واخد طلعة في جتتي طلعة كاملة؟ بص أنا حاسة إن في حد باصص لنا في الجوازة دي، فالطلعة دي عشان نغسل العين.
صابريني حبيبتي، انا ايدي مربوطه، انت مش واخده بالك؟ اصح ازاي انا ما خدتش بالي من حاجه زي كده؟ اهو شفتي ازاي تمضي العقد الجواز كده؟ شفتي ازاي بقى هنعملها ازاي دي؟ كلميهم بقى يلا، قولي لهم ان كاتب كتاب اتاكل اجل غير مسمى. معلش يا صابرين، خلينا صابرين يا حبيبي. بقولك ايه يا روف، الكلمه دي بتعصبني. وبعدين لو يا سيدي على امتى ما تمضيش، ابصم يا اخي وخلاص. لكن تاجيل تعمل شويه. لازم يا رب اسفه، معلش بس اتعصبت كده. هاتي بقى، هاتي 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 عشان ارد، بس يكون تليفون شغل. هاتي من فضل صابرين لو سمحتي. خلاص احنا اتكلمنا، هاتي بقى هاتي عشان لو ممكن يكون شغل لو سمحتي. الو، اهلا بيه. ده حصل فين الكلام ده؟ طب بص يا هلال بيه، بص انا جاي لك، انا جاي لك حالا. ايوه ايوه جاي لك حالا. مع السلامه. خد يا حبيبي. ايه 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 ده؟ رايح فين؟ رايح فين وايدك عامله كده؟ ايدك دي عامله كده؟ ايه 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 اهدى بقى. ايه 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 ده؟ ايه ده؟ كده اهدى كده، انت تعبان. ايه 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 كده مريض. أنا عمري ما حسيت بالوجع ده من جوايا. أنا ما عرفتش أنام من امبارح يا منة. خلاص بقى يا عصام، ما تزعلش مني. بس أنا والله عمري ما عملت حاجة زي دي قبل كده. خلاص يا منة، أنا مش عايزك تعملي حاجة. أنت طلعتي مش واثقة فيا. طب خلاص هعمل كل اللي أنت عايزه. يعني هنتكلم بالليل وهناخد راحتنا على الآخر؟ حاضر. هناخد راحتنا على الآخر؟ أنا بحب الضحكة دي والكسوف والله. جرى إيه يا مستر عصام؟ هي المدرسة ما بقاش فيها غير منا بس ولا إيه؟ لا ليه؟ ما كانش فاهمة حاجة وقلت أفهمها لها. والله؟ وفهمتي بقى يا حبيبتي ولا لسه غبية زيي؟ هو في إيه؟ آه صحيح، هو في إيه؟ مالك رانيا ما تظبطي؟ لا أنا تمام، تمام جدا على فكرة. أو هبقى تمام. باي. أنا تمام. أنت مش كنت حضرتك قلت لي كنت جبت لي كاميرات أحسن من كده وأرخص من كده كمان بكتير؟ يا ابني أنت مش فاهم، الكاميرات دي بتشتغل بالإنترنت، تقدر تحطها في اي مكان انت عايزه وتشوف اللي انت صورته من على التليفون عادي، ابلكيشن يعني. اه طب افرض حضرتك الباقه خلصت والنت فصل، هنعمل ايه؟ مشكله دي مشكله. اسكت يا يوسف، طالما مش عارف ما تفتيش. يلا هات لي الكاميرات دي وتعالى ورايا، عايزك في حاجه. باقتك. حاضر. بتقري علينا يا بنت الكل. ايه ايه مش فارق معاك حد؟ احنا شامينك يا بنت. بقول لك ايه، هتنطقي وتحكي اللي حصل ولا اكلم ساميه واخليها هي تتصرف؟ والله العظيم غصب عني، الراجل اللي هو اللي قعدهم مصورين كل حاجه. ابو سيدك وحبيبي وماله، الرحمه بتجوز على الميت. ايه يا جيمي، انت خارج ولا ايه؟ اه يا حبيبتي، هاخد شاور والبس وانزل على طول، عندي ميعاد مهم قوي. اه طب بقول لك ايه، ايه رايك لو انت تدخل الحمام وانا اوضب لك هدومك بنفسي؟ بنفسك؟ امال ايه، ده انا ليه مزاج ادلعك. ماشي، بس هو يوسف تحت بيعمل ايه؟ لا ده يوسف مستنيني عشان اديله اوراق مهمه يعني يوديها المحكمه. اوكي انا هخش، انا هاخد شاور. ماشي بنفسك. نعيما مقدما.
عايزاك تطلع لي على المفتاحين دول واوعى تلخبطهم. حاضر. في اسرع وقت. حاضر حاضر. يلا. اللي انت عملته ده يا متخلف انت. اللي انا عملته ده عشانك يا ست ساميه. ولا انا كنت عايزانها اسيبها لحد ما تروح للبوليس. تقوم تقتلها يا غبي. وانت كنت فين يا حمار انت؟ وانا لحقت اعمل حاجه، ده في ثانيه كان مطلع المطوه من جيبه وغزتها. هتجننوني يا اغبيه. امسكي ده مفتاح شقتي القديمه، تختفوا فيها لغايه ما اعرف هتصرف ازاي في المصيبه دي. ما عشان نختفي محتاجه شويه قرشينات ومصري. ده بس اللي همك؟ امسك وغور في 60 داهيه وما تظهروش لغايه ما اتصل بيكم. يعني ايه هتستخبى؟ انا ما عملتش حاجه. انت مش كنت هناك لما هلال ده شافكم؟ اتفضلوا بسرعه روحوا على الشقه وما تخرجوش منها وما تخلوش حد يشوفكم ولا يحس بيكم. يلا اتفضلوا. انا عايز الشغل ده كله يتوزع. ايه ده يا هوبا؟ فلاكه شغل جديد لسه نازل، بيودي دماغ في حته تانيه خالص. بيوديها فين؟ بيوديها في 60 داهيه بعيد عني وعنك. طب يلا كل واحد يروح يشوف شغله. طيروا. انا مش قلت بطل الزفت ده؟ عايزني بطل؟ طب ده انا حتى زبونه نقط. وبعدين انت ايه اللي عاجبك في البت الملزقه دي؟ ده انا كنت بوزع لك اضعاف كل اللي بيشتغلوا معاك، فجاه بقيت بتديها شغل جديد ولا شايفها اشطر؟ انت شاطره في نوع، هي بصراحه لسه ما اعرفش شاطرتها في النوع التاني. لا بتهيالي هي شاطره في حاجه واحده بس، وانت عارف هي ايه؟ بصراحه شاطره. الكلام اللي بتقوله ده خطر جدا يا استاذ هلال. يعني الحاجات دي بتحصل فعلا جوه الدار؟ العيال المخطوفين دول موجودين هناك دلوقتي؟ العيال موجودين جوه الدار. البنت المتسوله اكدت لي على ده. بس الداخليه مش هتاخد بالكلام ده. البنت المتسوله دي لازم تتجاب وتعترف بالكلام ده في محضر رسمي. ما ينفعش نستنى كمان. لازم ننقذ العيال دي. ننقذ العيال فين يا بابا؟ ما انت خلاص حكيت كل حاجه رؤوف بيه. سيبه بقى هو يشوف شغله. استاذ هلال انت عملت اللي عليك، بس اكتر من كده هيبقى في خطر على حياتك. يا هلال الامور ما تتخدش بالطريقه دي، احنا لازم نفكر بشكل تاني خالص. هو الموضوع طبعا فيه خطر، بس الكلام اللي انت قلته ده ما يتسكتش عليه. هطلع اذن نيابه ونقتحم المكان ونشوف. أنا الرائد عمرو حماد ومعانا أمر بتفتيش الدار. تفتيش الدار؟ بخصوص إيه؟ بخصوص الأطفال اللي أنت خطفتيهم ومخبياهم هنا جوه. إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ الدار سمعتها نظيفة ومعروفة للناس كلها. اتفضل العنابر كلها تحت أمرك، فتشها زي ما أنت عايز، إحنا ناس كلير. أنا عارف هي مخبية العيال فين. هناك هم.
تحت أمرك يا فندم، تحت أمرك. حاضر 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 يا فندم. أنا هطلع قرار بإقالة وزيرة التضامن باعتبارها المسؤول الأول عن دور الرعاية والملاجئ الأيتام. شغل جديد، أنا عايز يتعمل له سبول وإني شطرتك. بكرة تديني امتياز. برضو عملت اللي في دماغك؟ شغل جديد مالكش فيه، وزبونه غير زبونك. ده على أساس إن أنا مش عارف أوزعه ولا إيه؟ بقول لك إيه؟ أنا ما بحبش قلة الأصل. قلة أصل مين يا بت؟ نسيتي نفسك ولا إيه؟ أنتِ أصلاً مالكيش أصل. أنت آخرك سفنجة، وتمسحي اللي اتقلق مني. امسحي. حاضر. وحياة أمك اللي أنتِ بتعرفي أصل من أساسه. لا ربي. اطلعي بره. الظاهر انك حنيت العيش للملاجئ. نسيتي نفسك ولا ايه؟ انتي اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجة، وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انت مين يا بت؟ انت ولا حاجة. انت نسيتي نفسك ولا ارحمك؟ وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجت أي حاجة كلميني. نفسك ولا ايه؟ انتي اصلا مالكيش اصل. انت اخرك سفنجة، وتمسحي اللي اتقلق مني. لمي نفسك بدل ما ارميكي في الشارع اللي انا جايبك منه. انت مين يا بت؟ انت ولا حاجة. انت نسيتي نفسك ولا ارحمك؟ وتم القبض على مدير الدار ملائكة الرحمة وبعض العاملين والمتورطين في حوادث الاختطاف بعد أن كشف هلال كامل تورطهم في حوادث خطف وتعذيب. ده الكارت بتاعي، لو احتجت أي حاجة كلميني. ايوه. الو، مين معايا؟ انا نورهان، كنت محتاجه مساعدتك. ينفع اشوفك دلوقتي؟ انا سبت الشغل، معيش فلوس ولا عندي حته ابات فيها. انت ممكن تباتي هنا، وانا هكلم حد من معارفي يشوف لك شغل. هو مش حضرتك قلت ان شقه مريم تبقى ورثه ليا؟ انا عايزه مفتاحها عشان اقعد فيها. ايوه، بس لازم الاول نثبت انك انت بنتها عشان تاخدي الشقه بشكل قانوني. بس معلش يعني اعذرني في السؤال، هو حضرتك بتعمل كل ده من غير ما يكون ليك اي مصلحه؟ انا كل اللي يهمني ان انا اوصل للي قتل مريم. عارف يا استاذ هلال، احسن حاجه عملتها انك حبست الزفت اللي اسمها ساميه دي وكل المشرفين اللي معاها في الدار. واضح ان انت كنت بتتعذبي هناك. تعذيب بس؟ ده مفيش واحدة فينا كانت بتنام مطمنة يوم واحد. كنت بدعي ان ربنا ياخدني ولا اني اشوف المشرفة اللي ضربها بيعلم على جسمي كل يوم. بنام بفتح عيني عشان خايفة من المشرف اللي بيفضل يلمس كل حتة فيا. أنا ولا قادرة أتكلم ولا أنطق.
مريم كانت عارفة اللي بيحصل جوه الدار؟ حاولت احكي لها مرة بس خفت من تهديد المشرفين، وبعدها سبت الدار وهربت. ايه الحديد اللي انت حطاه ده؟ طب بتاكلي بالحديد ولا ولما بتيجي تنفي وبعدين جيتي تشن كده الحديده دي افرضي دخلت جوه ونزلت تحت علقت في زورك واتخنقتي وتموتي يبقى شكلك وحش قوي. حديد حط حديد في مناخيرك وبقك دي حاجه بنيله بنينه. شايف هلال عامل ايه؟ الدنيا كلها بتتكلم عنه، انت بقى لا حد اتكلم عنك ولا جاب ستك ولا عبرك. انت فاكر ان دي حاجه تزعلني يعني ولا ايه؟ يا عفيف لولا اللي عمله معايا هلال كان زماني قاعد جنبك. اخويا عارف يا عفيف هلال ده مش صاحب عمري وبس، لا ده اخويا يعني اي نجاح ليه افتخر واتباهى بيه. انا كمان يا حبيبي انا كمان نفسي افتخر واتباهى باخويا. شوف شهرته وصلت لايه. جري يا عفيف انت مش عارف اخوك ولا ايه؟ انا عمر الشهره دي ما كانت تفرق معايا. يا اخويا الله يرحم، من امتى بقى الشهره ما بتهمكش؟ طب بكره شوف لما يكتب المقاله بتاعت الدار شوف شهرته هتضعف ازاي. لا مش هو اللي هيكتب المقال. ايوه كده فرحني وقولي انت اللي هتكتب المقاله. لا مش انا اللي هكتب المقال، انا اديته لصحفيه عندي اسمها نهى هي اللي هتكتبه. كده بعد ما تكتب المقاله تشيل اسمها وتحط اسمك انت صح؟ ايه ده جري يا عفيف انت شيطانه يا اخويا. حتى الشيطان مش عارف ياخد معاك الحق ولا باطل، عمال اسخن فيك وانت البعيد. بعيد ايه يا عفيف؟ سائح. بحسب كلي ازيك يا هيلو؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الموزه دي؟ احنا ليلتنا عنب بقى ولا ايه؟ احترم نفسك بدل ما هو معلمك الادب. انا موافق تعلمني الادب على فكره لو هبقى مكانك. هو يقصد مكانتي العلميه مش مكاني هنا جنبيك يعني. يلا هات لنا حاجه نشربها. ماشي. بس انت ما قلتليش مين الضيف برضه يعني. دي نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض الممثله؟ يعني موزه وبنت مريم رياض الممثله؟ ده نتصور معاها سيلفي بقى. سيلفي ايه؟ سيلفي ايه؟ عايز تاخد سيلفي اديك على دماغك الاول. قلت ايه؟ انت قلت لي تشربوا ايه؟ عصير مانجا. مانجا ده زيزو حفيدي. هو شاب شقي شويه ورزل وغتت وشبه السلمندر بس انا بحبه. ايه السلمندر؟ معرفش بس هو شبه السلمندر. بابا عايز اخد رايك في حاجه. اهلا يا حبيبتي تعالي اقعدي. نعم. بس تقولي بصراحه ومن غير ما تجاملني. ما انت عارف انا ابوك ما بيعرفش يجامل حد اطلاقا. قولي واوعدك اني مش هجاملك. طب اسمع، الاسم وحيد، جيت الدنيا ما اعرفش مين ابويا ومين امي، لقيت نفسي في دار من نار تحكمها الافعى براس شيطان تضرب فينا وتعذب وتعلمنا القهوة المر. قصة قصيرة بتحكي حياة طفل في دار ملائكة الرحمة، أو بالمعنى الصحيح دار شياطين جهنم. الأطفال اللي جوه الدار دي اتعرضوا لأبشع صور الإهانة والتعذيب، ضرب وسحل اغتصاب وانتهاكات بجميع أشكالها. هذا هو الحال في جميع دور الأيتام في مصر. السلام عليكم. مين دي يا بابا؟ نورهان بنت مريم رياض. دكتور عماد ابني. ازيك يا نورهان؟ طيب انا هدخل انا بقى عشان عندي شغل بدري. داخل فين؟ هدخل انام في الاوضه. لا اصل نورهان ضيفه عندنا، هي هتنام في اوضتي وانا هنام في المكتب وانت تنام مع زيزو. لا زيزو ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش هعرف انام. بس انا عندي حل. عماد ينام عندك في الاوضه.
وانا بقى اخش اوضتي كده اشغل مزيكتي بقى ونوران تيجي تنام عندي في الاوضه. يلا امشي من هنا. انت ما مشيتش ليه؟ ما انت قلت ياض وانا مش ياض. يلا مش هديك بالجزم على دماغك. تسمع لك كده نوران مانجا بقى. يلا نورهان الحق نامي في الاوضه دي قبل عماد ما يغير رايه. حاضر تصبح على خير. وانت من قبل انت هتنامي بالحديد ده برضه هو في وشك كده. يا أستاذ تحقيق مش عاجبك ولا إيه؟ التحقيق اللي أنت عاملاه ده للأسف حلو قوي يا نهى. بجد يا أستاذ خضتني يا أخي. إلا بجد ده بجد جدا كمان. التحقيق ده يطبع وينزل في عدد بكرة وهيكون مكانه مكان ما قال هلال شخصيا. إيه ده؟ لا طبعا لا 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 لا, لا ما ينفعش. إزاي ده أستاذ هلال كمان يزعل؟ يزعل ده إيه؟ إذا كان هو اللي قايل لي إن أنت اللي لازم تكتبي الموضوع ده واختياره كان في محله فعلاً. تتكلم بجد يا أستاذ؟ يعني أستاذ هلال نفسه هو اللي موافق؟ أيوه. أنا مش مصدقة نفسي. أنا لازم أروح له البيت أشكره بنفسي. دوران يا اختي اليوم كله ما بعتيش حبايه واحده. طب وانا هعمل ايه؟ انا عملت كل اللي عليا. مش كل الناس بتحب تجرب الحاجات الجديده على فكره. في ناس بتخاف وفي ناس بتتريق على اسمها وبتقول لي ايه الفلكه دي. اعمل انا ايه بقى؟ يعني ايه؟ انا اول مره اشتغل في الجديد ولا ايه؟ انت ما بقتيش شايفه شغلك. انا الظاهر كده غلطت لما مشيت البيت نورهان. البيت برقبتك. طب بيتقل عليه لحد بالليل في كام زبون جداد كده بيحبوا الحاجات الجديدة دي. هستنى واشوف. بائع الموت. سنة 2007 كان بقالي فترة محدش بيطلبني في أي أعمال سينمائية لحد ما اتعرفت على المنتج السينمائي صداد. كان عايزني في فيلم ومضيت معاه البطولة. واداني عربون وبعدها اتفقنا على بداية التصوير في قبرص. فعلا سافرنا وصورنا اول يوم وتاني يوم واحنا بنصور الدنيا مطرت والتصوير وقف والمخرج فركش. وقتها كنت عايزه اخرج واستفيد باليوم. اخدت الكاميرا معايا عشان اتصور. وانا خارجه من الاوتيل قابلت صداد خارج ومعاه شنطه في ايده. ولما سالته انت رايح فين قال لي انه هيقابل ناس اصحابه. طلبت منه ياخدني معاه عشان انا معرفش اي مكان في قبرص. وفعلا خدني معاه بس قبل ما يدخل لاصحابه طلب مني اتفرج على الاماكن لحد ما يخلص ميتنج مهم. فضلت اصور بالكاميرا المناظر الطبيعيه اللي في المكان. Thank you.
أخدت كم صورة وقلت أدخل أشوف. لما قربت لقيته بيسلمهم الشنطة اللي كانت معاه اللي اكتشفت إن فيها فلوس. الشنطة التانية أول ما فتحوها قدامي ما صدقتش اللي شفته. مخدرات. هو أبوه كده إيه؟ ما بيهمتش؟ كل ما يقابل رئيس الوزراء يتغير بعدها وزير، هو أبوه كده بيعمل إيه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ انت جايلي عشان كده يا جمال؟ وانا اللي فاكراك بقى ايه زوج صالح وهغديكي برا؟ انت جاي تقطمني على حاجه ماليش دعوه بيها؟ ما اقصدش يا دودو، انا بس خايف على وضعي والثقه اللي حطها فيها رئيس الوزراء. ما تقلقش يا جيمي، ما تقلقش يا حبيبي، هلال مش بالغباء اللي يخليه يعمل حاجه زي كده. طلب الامن القبض على ساميه امين مديره دار ملائكه الرحمه ورحاب ناجيه المشرفه بالدار ومنصور السيد الشهير بالعتره، وقد اعترف الاخير بقيامه باختطاف اكثر من 30 طفلا بهدف استغلالهم في اعمال التسول، وجاري التحقيق مع مشرفين الدار، وتم وضع الدار تحت رقابه الوزاره، وقد اصدر رئيس الوزراء قرارا باقاله وزيره التضامن الاجتماعي وتحويلها للتحقيق بتهمه التقصير والإهمال الكثير. اتفضل يا ستي. هلال بيه بيغير لنا وزير ورا التاني. أبوك هيمشي البلد على مزاجه. يعمل اللي هو عايزه طالما أنه هيفضل بعيد عننا، ما تشغلش بالك بيه. أبوك ده مش هيسكت غير لما يضيعنا زي ما ضيعك أنت وأمك. بابا السبب في موتها. اللي انت بتقوليه ده شكلك اتجننتي. امك ماتت عشان ما لقيتش فلوس تزرع كبد. استغفر ربنا يا غاده، ده قضاء الله وقدره. لولا مقالات ابوك اللي كان بيكتبها عشان يهاجم فيها الحكومه كان زمانها اتعالجت على نفقه الدوله. مش كفايه ضيع مستقبلي، دخلتش النيابة بسببه، كمان ضيع أمي. وهو ذنبه إيه؟ ما أنت عارفة إنه دايماً بيقول الحق وما بيعرفش ينافق ويجامل. وأنا ذنبي إيه؟ ذنبي إيه ضيع أمي؟ عشان بس يعلق نياشين الشرف والمبادئ على صدره؟ أنا من النهاردة أبويا مات. هلال ده شخص فاضي وفاكر انه هيقدر يمشي الكون كله على مزاجه. ربنا ستر، ما طلعتش زيه. انسى بقى يا حبيبي، هنقعد نضيع الوقت كله في الكلام على هلال؟ اعتبره خرج من حياتنا. ولا انا ماليش نفس اتغدى بره زي ما دام نجله؟ والله ما بيحصل، انا ما بشوفهاش بس غير عشان الشغل. يلا بقى عشان وقع من الجوع. امال طبعا، يلا ما انت لازم تاكل وتتغذى. ولا انت عايز نجله تشمت فيك وتقول ان انت ما ما ايه؟
يعني ما بتعرفش تاكل وهي بعيدة عنك. يلا حبيبتي يلا يلا عشان ناكل. يلا يلا يا روحي. ايه يا ابني؟ انت جايبني على الكورنيش عشان تسكت؟ بتفكر في ايه؟ مش عارف. يا ده هو انا شاطر في المزيكا بجد؟ يعني ليا مستقبل فيها؟ ايه يا عز ده؟ انت على فكره لو مش موهوب ما كناش خليناك تمسك الفرقه. طب اعمل ايه؟ سيب المزيكا واروح ادور على شغل؟ انا لو رحت دورت على شغل واشتغلت مش هلعب مزيكا. لو لعبت مزيكا ده هيأثر على المذاكره. لو فكرت ان انا ذاكر في ايه؟ في ايه؟ صلى على النبي، داخل على اكتئاب ولا ايه؟ مش عارف. كان نفسي يبقى ليا اب وام اخد رايهم في حاجه زي دي. احس انهم ضيوف في حياتي. وانا مش عايزه اقويك عليهم، بس انت راجل وتقدر تعتمد على نفسك. خلص بس ثانويه عامه وهترتاح. ايه ده بقى؟ كل الناس بتقول كده. خلاص ثانوية عامة هترتاح، كله يقول لك خش الاعداديه ركز فيها كويس علشان تجيب مجموع كويس وتخش الثانويه عامة بقى المدرسه الحلوه اللي هي هترتاح فيها وتعمل كل الحاجات. تخش الكليه بقى بيقولوا لك ظبط نفسك وذاكر كويس علشان تتخرج منها بقى في شكل اجتماعي، وهتتخرج من الكليه مش عارف ايه والكلام ده كله. تخلص الكليه وعايز بقى هتبدا حياتك، هوب تلاقي الجيش لبس في وشك. تخلص جيش تلاقي نفسك مسحول في مليون حوار. فين بقى الراحه اللي بيقولوا عليها دي؟ يا عم لو على الثانويه العامه بسيطه، انا هذاكر لك يا ستي. روحي شوفي التاريخ اللي انت سالتي فيه مرتين. ما هي ماده كلها حفظ ومعقده. انا جدو قال لي التاريخ ده لو ركزت ان انت تذاكره علشان تنجح فيه عمرك ما هتنجح، انما لو خدته بقى على انه قصه كده وحدوته وموضوع يبقى شكله كده هتلاقي نفسك عديت فيه بامتياز. التاريخ ده صعب ومش عارفين. بقول لك ايه، ما تيجي ننتحر؟ ينفع بكرة عشان عندي درس بس. شكرا. تفضل. مساء الفل يا عم عبد. ازيك يا استاذ؟ مساء الفل. ازيك يا عبد الصبور؟ اهلا يا مير. عنك يا حبيبي. الدلع ده كله حلو؟ حلو قوي يا حبيبتي، بس ايه المناسبة يعني؟ هو لازم يعني عشان واحدة تجيب لجوزها هدية يبقى في مناسبة؟ بحبك يا أخي. وأنا كمان بحبك يا حبيبتي. عندي النهاردة ميتنج لصفقة مهمة قوي، ادعي لي لو نجحت هغير لك العربية. لا لو على العربية نكثف الدعاء. أرجوكي من قلبك. سلام يا حبيبتي. أمان سلام. سوء على مهلك. زيادة عدد حالات الهياج اللي بتشبه الزومبي، وده نتيجة أثر تعاطي مخدر الفلاكة. سيادة الوزير كلمني 6 مرات، قلقان جدا من اللي حصل، والإعلام بيتهمنا بالتقصير.
سعادتك المعلومات اللي احنا جمعناها بتقول ان اللي حصل ده حصل في ديسكو في نطاق محافظة الجيزة. الواد اللي طلع في الفيديو اسمه رامي الشاهين، ابوه بيشتغل مهندس بترول وعايش في الكويت، يعني الواد قاعد هنا لوحده. الواد ده مدمن مخدرات بقاله 3 سنين. عايزك تتابع للديسكو ده، تعرف علاقته بالحادث ومين اللي بينزل حبوب الفلاكة ومسؤول عن توزيعها. سعادتك دي نفس الحبوب اللي لقيناها في بيت ابو مصعب، معنى كده ان احنا لو قبضنا عليه ممكن نحصرها قبل ما يوزعها على بيت التجار وتنزل السوق. طيب عايز تقرير عن الناس دي، الحادثه عامله رعب للكل، الشعاب بتزيد، واحنا من الاخر مسؤولين عن حمايه ارواح الناس. اوامر يا فندم اوامر. معليك ده تقرير عن حادثه الفلاكة. صاحب الديسكو اسمه مهاب طلعت، ابوه يبقى طلعت الملاح عضو بالبرلمان. زياد سيب لي الملف ده وانت استناني بره لحد ما اخلص الاجتماع. معليك مش هحضر الاجتماع معاك. زياد استناني بره لحد ما اخلص الاجتماع. اتفضل رؤوف ادرس الملف ده، تابع لي كل المشتبه فيهم عشان نلحق المشكله من اولها. مالك يا رؤوف؟ انا فرحي بكره بالليل يا فندم. هعمل الكلام ده امتى؟ فرح ايه اللي بكره؟ انت لسه ما اتجوزتش يا فندم. لسه يا فندم، ربنا ان شاء الله اذن بكره ان شاء الله. يا زين بسيطه، ادرس الملف بالنهار، تلبس بدلتك وتتجوز بالليل. هو الفرح ايه غير بدله؟ اوامر يا فندم اوامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت مسافر بره ولسه راجع من أسبوع وبدور على واحد صاحبي اسمه هيثم، هو كان شغال هنا في شركة الإنتاج. لا حضرتك، دي شركة التقوى للسياحة. غريبة، دي كانت شركة إنتاج. لا شركة الإنتاج قفلت، والشقة دي اشتراها الحاج طلعت الملاح وعملها مقرر شركته. الله يرحمه. نعم. لا لا أنا آسف أنا آسف. ترى أنت فين يا هيثم عالمي؟ طبعا انت عارف يا زاد ان شغلنا في الجهاز ما ينفعش فيه الغلط، لان الغلطه فيه فورة. تقصد ايه معليك؟ اقصد ان يوصل بيك الامر انك تتخانق في الشارع، تخطف مواطن تطلع بيه على الاسم وتهددهم بسلطتك. واضح ان الموضوع وصل لمعليك غلط. الموضوع مش اكتر من مشاده بيني وبين واحد اتعرض لي في الشارع. انت اللي اتعرضت لطريقتك نهى. لو منظور كلمني واشتكالي وانا قلت دي امور شخصيه بلاش اتدخل فيها، لكن انك تطلع مسدسك وترهب المواطنين. هو رؤوف لحق يبلغ معليك؟ بالعكس، أنا ليه حساب مع رؤوف لأنه ما بلغنيش. ولازم تفهم يا حضرة الظابط، شغلان في الجهاز إن كل ظابط فيكم معاه 5-6 بيكتبوا عنه تقارير وخط سيره. ولا نسيت يا حضرة الظابط إنك كنت بتكتب تقارير وخط سير زمايلك؟ معليك أنا كنت بنفذ تعليمات العميد طارق. وأنا بنفذ القانون. أنت بتحاول للتحقيق، خد أي حاجة ليك في المكتب، لأن لو التحقيق جه لصالحك أنا أرفض إن ظابط زيك يكون عندي في الجهاز. اتفضل. بقولك ايه لو سمحت؟ امرني. ممكن حضرتك تلف لي البوكيه ده؟ ذوق حضرتك حلو قوي على فكره. بقولك لو سمحت. امرني يا فندم. ممكن تلف لي البوكيه في الجورنال ده؟ في الجورنال؟ ذوق حضرتك غريب جدا. اصل انا حدي البوكيه لواحده صحفيه، فعايز يعني اعمل فكره مختلفه. ده فكره جميله قوي. يعني ذوق حضرتي تمام اهو. ذوق حضرتك تمام جدا كمان. اي خدمه عالمي. اصل وهو صغير كان نفسه يطلع حرام، بس الظروف بقى ما ساعدتهوش. هو انت ما عندكش دم؟ من ساعة اللي حصل آخر مرة وبرضه ما حرمتش؟ أنا جاي أبارك لك النجاح، وعايز كمان أقول لك إني مبسوط، بقيت أشوف مقالاتك على الصفحة الأولى. وأنا مش عايزاك تبارك لي يا أخي، وتفضل امشي من هنا دلوقتي. أنا جاي أعمل الواجب معاكي، وأنت تعامليني بالشكل ده؟ يا نهى، يا نهى أنا اتغيرت.
في ايه تاني يا زاد بيه؟ جاي اتكلم معاها كلمتين. ايوه بس نهى دلوقتي عندها شغل. جرى يا استاذ فراز؟ قلت لك جاي اتكلم معاها كلمتين على انفراد وماشي. نهى خلصي مع الباشا بسرعه وتعالي لي مكتبي عشان عايزك. نهى انا مش جاي عشان اتخانق معاكي، انا جاي عشان نتكلم في هدوء. احنا مفيش بينا كلام اصلا، ولو ما مشيتش ما تفوقي بقى من نفسك. ايه اللي انت فيها دي؟ نزل ايدك. ابعد عني. اوعى امشي. اوعى ابعد. ايه انت فاكر نفسك ايه؟ ابعد عني. في ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ امشي من هنا دلوقتي. بس امشي من هنا دلوقتي. ابعد عني. انت مش عايز ابيك. اتفضل بقى اتفضل بعد اذنك. ما ترجعش هنا تاني. بس يا دكتور. ابعد عني. ابعد عني. مش خليه يبعد عني. خليه يبعد عني. خليه يبعد عني. مش عايز اشوفه تاني. مش عايز اشوفه تاني. روح روح. ليه الصفحة دي كمان؟ ده أنا حتى ما لحقتش أشيرها. أكيد يا معلم بتوع المباحث الإلكترونية قفلوها برضه، هما كده مش هيسيبونا زي السنة اللي فاتت. وأنا ما بزهقش بقى، والأكونتات الفيك مفيش أسهل منها. أنا قلقان يحصل حاجة لو كريتنا واحدة جديدة. لا ما تقلقش، طول ما إحنا بنتحرك من سايبر للتاني مفيش حد يعرف يمسكنا. وبعدين كبرهم إيه يعني؟ هيقفلوا لنا الصفحات؟ طب كل ما هيقفلوا لنا صفحة أفتح لهم اتنين أصول. أنا تعبت، شكلها كده مفيش أي حاجة هنا. ارتاحي أنت يا نوران. ما أعتقدش عالمي هتلاقي حاجة مهمة ليها هنا. زكي هات لي العلبة دي. ايه ده زكي؟ ده شريط كاميرا سوني بس قديمة شوية. يعني ما نعرفش نشوف عليه ايه؟ لا سهل، انا عندي اختها اقدر انزلك الماتيريال على اللاب. طب تروح تجيبها وتحصلني على البيت على طول. اوامرك على ابني. ايه مالك واقفة متنحة كده ليه؟ في ايه؟ التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور. ايه اللي جابه هنا؟ كان مكسور ازاي؟ ما هو السليم قدامك اهو. ده اللي أنا مش فاهماه. عجباكي الجايزة؟ حلوة قوي. دي أهم جايزة خدتها في حياتي عشان خدتها في أول مشواري. أنا أسفة، أنا أسفة والله والله ما أقصد. خلاص 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 ولا يهمك، حصل خير. بس أنت لسه قايلة إنك بتعتزي بالجايزة دي قوي. يعني هي هتكون أعز منك فتاكي مليون جايزة. استغربت ساعتها ازاي ما زعقتليش لما كسرت التمثال. هو انا ممكن اخد التمثال ده؟ اه طبعا، حاجه امك تبقى حاجتك. انت صح
صاحب المكان؟ تحت امرك. في حد فتح على جهاز من عندك صفحات لها علاقه بغش الثانويه، والايبات اللي دخلت على الصفحات بتقول ان الجهاز ده هنا. يا باشا انا كل يوم في ناس بتدخل وناس بتخرج، فاكيد مش هراقب كل واحد بيعمل ايه. بس عندك كاميرات مراقبه صح؟ يا باشا. تعال بقى فرجني اللي كانوا هنا من ساعتين فاتوا. اتفضل يا باشا. وايه اللي تعرفه عن حادثه رامز شاهين شاب الفلاك؟ انا اتفاجئت زي الناس بالظبط سعادتك. انا حتى يوم قفلت الديسكو. بس الحادثه حصلت بعد خروجه من الديسكو مباشره، يعني ممكن يكون خد المخدر في الصاله. انا مفيش اي مخدرات او ممنوعات بتخش عندي الصاله سعادتك. وبعدين ده جيست، انا مش مسؤول عن تصرفات اي جيست عندي في الصاله. تمام، تقدر تتفضل. شكرا فندم. وايه اللي تعرفه عن حادثه رامز شاهين شاب الفلاك؟ انا اتفاجئت زي الناس بالظبط سعادتك. انا حتى يوم قفلت الديسكو. بس الحادثه حصلت بعد خروجه من الديسكو مباشره، يعني ممكن يكون خد المخدر في الصاله. انا مفيش اي مخدرات او ممنوعات بتخش عندي الصاله سعادتك. وبعدين ده جيست، انا مش مسؤول عن تصرفات اي جيست عندي في الصاله. تمام، تقدر تتفضل. شكرا فندم. هات لي الاربعه دول. حاضر يا فندم. طب هات لي الاثنين دول واعمل لي زوم على وشهم. حاضر. ترى انت فين يا نجلة؟ يا ترى انت فين يا نجلة؟ ما كنتش عارفة ان انت واطي قوي كده. ممكن تهدي وتفهميني ايه اللي حصل؟ بقى بتصورني في اوضه نومي يا عامر، بتعمل معايا كده بعد اللي عملته معاك؟ لا واكلمك تقولي اصل انا في مأمورية بورسعيد. انا هكدب عليك ليه؟ لو مش متأكدة اسألي جمال. وبعدين انا اول ما وصلت القاهرة جيت لك. وبعدين تصوير ايه اللي انا هعمله؟ هو انا اتجننت؟ يا سلام، اعمل نفسك ما تعرفش حاجه. والفيديو اللي مع غدا وجابته منك. فيديو ايه وغدا ايه؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي على ايه. فين الفيديو ده؟ الفيديو اهو. اللي حاطط لنا الكاميرات حاططها في الاوضه دي. عايز تفهمني انه مش انت؟ ما تبقيش مجنون يا نجله. يعني انا احط كاميرا تصورنا انا وانت واروح ادي الفيلم بايدي لغاده؟ هنعمل ايه؟ دي بتهددني يا اما اكتب لها المعرض يا اما هتفضحنا. هشوف لها حل، بس الاقي الكاميرا دي فين؟ اللي مصورنا على السرير، يعني المفروض اتجاه الكاميرا يبقى الناحيه دي. وهي هتغلب؟ انا مش قلت لك اقطعي علاقتك بالست دي؟ تفتكر في كاميرات تانية؟ مش عارف، بس اللي انا عارفه كويس ان احنا لازم نقلل مقابلاتنا على قد ما نقدر، والاهم ان احنا نشوف حل للست غادة. هشوف لها حل. الفيديو ده ما فيهوش اي ادله تصدات، وشه ما ظهرش خالص. لا ما في فيديو تاني. طب شغال ومستني ايه؟
وقف الفيديو. رجع شوية كده. ده هو ده طلعت أبو وهاب. الفيديوهات دي مش كافية لإداني طلعت أو صدام. بس دي نفس شنطة المخدرات اللي كانت موجودة في الفيديو التاني. أيوة دي الشنطة اللي شايفينه الشنطة، بس مش شايفين مخدرات. مفيش غير طلعت ومهاب هما اللي هيوصلونا لصدام. أنا كنت ما صدقت إن البنت ابتدت تنسى القرف اللي كانت عايشة فيه. هي حالتها النفسية بقت أسوأ دلوقتي بسبب البني آدم ده. معلش إن شاء الله زي ما طلعت من أزمتها الأولانية هتطلع من دي برضه. إزاي بس؟ حالتها النفسية بقت أسوأ جدا. اللي حصل لنهى ده بداية انهيار عصبي، وده سهل التعامل معاه. المهم دلوقتي نشوف حل اللي اسمه زياد ده. لا زياد ده لازم يوقف عند حده. يلا بنت طيري من هنا. بقول لك مش قادرة، دي أي حاجة وهبقى أجيب لك الفلوس. ما تقلقش. فلوس يا بنت اللي أنا عايزها من واحدة زيك. أنت نسيتي نفسك ولا يا روح أمك؟ أنت مش نططت على المكان اللي أكلك وعمل منك بني آدمة؟ جالي دلوقتي. طب والنبي تذكرة واحدة، تذكرة واحدة مش هتشوف وشي تاني. أنا أصلاً مش عايز أشوف وشك أولاً. طب على فكرة بقى، في واحد بيدور وراك وماسك عليك ودليله هيوديكوا في 60 داهية. واحد مين؟ ودليل ايه اللي ماسكه علينا؟ اديني التذكره الاول هقول لك على كل حاجه. تذكره اهي، مفيش تذكره لما تقولي التذكره الاول. بكرة الصبح الدليل هيبقى عندك. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ مفيش، قلت اتمشى شويه. الحاجات اللي انت مخبيها وراكي دي هي الدليل اللي هتخليني اجيب حق والدتك. بس انا مش همنعك، براحتك. انا اسفه.
بس غصب عني. انت لازم تتعالجي وانا عارف جنبك لغايه ما تبقي كويس. ومين قال ان انا مش عايزه اتعالج؟ وحضرتك فاكر ان انا مبسوطه باللي انا فيه؟ بس انا مش عايزه حد يشيل همي، والنبي سيبني امشي. نوران انا عارف ان صعب جدا انك تبطلي، بس احنا كلنا هنقف معاكي. بس بس حبيبتي، بس بس عيطي عيطي حبيبتي. انت بوظتي لي البيجامه. يعني ايه ما قدرتوش توزعوا الكميه كلها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مش فاهم. الكميه كلها تتوزع باسرع وقت، وتخلوا بالكم كويس قوي من عيون الحكومه. اي زبون تشكوا فيه بلاش تتعاملوا معاه من الاساس. انا مش ناقص مشاكل مع الداخليه. يلا يلا خد الحاجه بسرعه. يلا جبت اللي قلت عليه؟ اهو. مين بقى اللي بيدور ورانا؟ صحفي اسمه هلال كامل، بيقول ان هو بيدور على راجل اسمه صداد. صداد؟ اه. مين بقى صداد؟ كل اللي عرفته ان ده راجل بيدخل البلد كميه كبيره من المخدرات. الفلاشة دي بقى عليها فيديو وهو بيستلم البضاعة، وإن مريم رياض هي اللي صورته وهو بيستلمها. آه على فكرة هو عنده نسخة تانية من الفيديو، بس أنا معرفش مكانها. آه. مساكي. ألف شكر. خليكي هنا. ايوه يا حاج، في صحفي اسمه هلال كامل بيدور ورا الباشا. خلي بالك الراجل ده لو وصل لحاجه رجلنا كلنا هتيجي في الموضوع. الو، ازيك يا عصام؟ ايوه مين معايا؟ انا اللي انت مستنيه يكلمك بفارغ الصبر. لا انجز، مش ناقصه اخف الدم، انا فعلا مكفيني. ربنا يكون في عوني اللي زيك. طبعا اتسرق منه لابتوب عليه فضحه وعلى نص بلد مصر. المهم مني قالت لك على المطلوب ولا لا؟ انت جبت رقمي منين؟ ما يخصكش، قدامك يومين وال 200 الف جنيه يجوا لي، يا اما مصر كلها هتتفرج على فيديوهات المدرس الفاضل. لا 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 لا، قول لي بس انت عايز ايه. اتصرف يا مستر. الو، بقول لك ايه، انا عايزك تلزلي اللي اسمه هلال ده، تبلغيني الاخبار اول باول، ولو احتجت حاجه يا ستي تعالي خديها. ماشي. سلام. سلام. وائل وائل، عناية كبير. أنا شامم ريحة مش تمام. البت شكلها بتلعب بيا. تنزل وراها تجيب لي قرارها دلوقتي. عناية كبير. في شقة واحد اسمه هلال كامل بقالها كام يوم. وحكايته ايه سي هلال ده؟
ده صحفي كده في جريدة اسمها نبض الشعب، عايش هو وحفيده سوا. حفيده ده عيل كده في ثانوية عامة عنده فرقة بتعمل أغاني. حلو ده. اسمه هلال كامل. هلال كامل مش ده اللي فضح المرشح الرئاسي؟ ايوه هو. والفلاشة دي مع مين دلوقتي؟ مع مهاب ابني، بس للأسف نسخة الفيديو الأصلية مع هلال. وإيه اللي وصله لمريم رياض؟ وبعدين دي عدى على موتها أكتر من 7 سنين. ده صحفي، والصحفيين بيبقى ليهم صداقات بالفنانين، سهل إن مريم تكون قعدت معاه وقالت له على حاجة يمسكها علينا قبل ما تموت. لازم نفكر في طريقة نضغط بيها على هلال، لأنه مش هيبعد عن طريقنا بالساهل. ماشي. ايوه عالمي، ده من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقولك البلد ما فيهاش شغل. انا جايلك بصفه وديه مش كصحفي، عايز اسالك عن حاجه. حاجه ايه؟ مريم رياض الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلت مع مريم رياض في مسرحيه شقاوي البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهاده من اكاديميه التمثيل في كاليفورنيا. أنا عرفت إن الشهادة دي مزورة. مزورة؟ واللي زور الشهادة دي هو نفسه اللي زور شهادة الدكتوراه بتاعتك. شهادة إيه بتاعتك اللي مزورة يا بيه؟ أنا الدنيا كلها عارفة إن أنا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد برة، والشهادة معايا وموثقاها من السفارة ومن وزارة الخارجية. بقول لك الشهادة معايا، حطها في عين التخين. أما مريم مزورة شهادتها؟ أنا معرفش الحكاية دي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف ألف. كاف ألف؟ ده جاسوس ده يا أخويا ولا إيه؟ أنتوا مين يا جماعة وعايزين مني إيه؟ أنت كنت متجوزة عرفي سنة 98 مش كده؟ وبعدين بقى أنتوا حد زيكوا عليا يا بيه؟ أنتوا عايزين مني إيه؟ هتردي على الباشا نعيمة. نهارك أسود. أنت عرفت الاسم ده منين؟ إيه؟ احنا جايين نعرف منك معلومة وهنمشي، مش قصدين اذية ليكي يا بي. انا معرفش اي حاجة عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعة عرض المسرحية كنت متجوزة محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجة. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحة، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين، وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحة. الدكتوراه بتاعتك يعني؟ في دكتورة تشتغل الرقاصة؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزورة، وأنا بشتغل رقصة برضاية. وده كلام ناس عاقلة برضه. ده أنا أبقى مجنونة لو ما عملتش كده. يا بيه اللي أنا بكسبه وأنا رقصة في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعة في شهر بحاله. ده غير المركز الاجتماعي والسلطة. مركز اجتماعي وسلطة وأنت رقصة؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصه سواقه، قعدت 1000 سنه بجري في المصالح الحكوميه وبرضه الرخصه ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصه بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لاي حد وانا قاعده في مكاني وحاطه رجل على رجل. رخص ايه يعني؟ هتكون رخص ايه يا هلال يا اخويا؟ طلعتش هي. ايوه يا نجلة، انت فين؟ في مشوار. مشوار؟ اصلا انا عندك في المعرض وعرفت ان انت جبتي عربيات وحملتي كل اللي فيه وفضتيه. اتباعت يا حبيبتي. اتباعت؟ طب وفين نصيبي؟ لا يا حبيبتي معلش، مالكيش نصيب فيها. دي بيعه كنت متفقه عليها من فتره، بس ده ما يمنعش انك تجيبي بضاعه وتفرشيها، وده حقك، ما انتي شاركتي في المعرض يا بنت اللي...
استاذ هلال، ليلى الشناوي ردت علي. هو ايه اللي طلعها فجأة في دماغك كده نتغدى برا يعني؟ عادي، تغيير مناظر. ما نفسكش تغير جو؟ لا، اصل يعني مستغرب الحنية الزايدة دي. ايه، في حاجة عايزاني اخلصها لك؟ هو لازم يعني يبقى في مصلحة؟ اخسى عليك يا جمال، على طول ظالمني كده. عموما بكرة تعرف غلاوتك عندي. ما انا حاسس كده. انت ماشية في الطريق ده ليه؟ ابدا، هنعدي على نجلة ناخدها معانا. انا قلت في حاجة غريبة من الاول. وايه الغريب في كده؟ انا ونجلة بقينا شركة في كل حاجة، واكيد يعني مش هستكتر عليها عزومة غدا برا البيت. مزعجها ليه؟ هو انت مش معاك مفتاح؟ افتح بالمفتاح اللي معاك. معايا مفتاح، بس ال بس ايه؟ افتح. ادي بقى. عامر، بتعمل ايه في بيتي؟ يظهر يا جمال ان احنا جينا في وقت مش مناسب. بقالي كتير قوي ما عملتش لقاءات صحفية. في الحقيقة يا أستاذة سلوى، أنا مش جاي أعمل لقاء صحفي. نعم، أمال جاي تعمل إيه؟ أنا جاي بس عشان عايز أعرف معلومة عن مريم رياض. ياه، وأنا اللي قلت أخيراً عرفته إمتي وجايين تكرموني. مريم رياض ارتاحت، ويا ريت أنا كمان أرتاح زيها وأنت ترتاح. لا، أنا مرتاح كده. ارتاح أنت براحتك. انت عملت مسرحية زمان مع مريم اسمها شقاوة بنات. وطردوني منها. اي، ما انت كنت افتكر متجوزها عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انا عمري ما اتجوزت عرفي. انا اساسا ما اتجوزتش خالص. طب مين كان معاكم في المسرحية غيرك انت طبعا، وريهام شفيق وليلى الشناوي ونريمان؟ انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ كان في واحدة بتشتغل مع مريم في المسرحية، كان معاها دكتوراه، وكانت متجوزة عرفي من واحد بيشتغل في وزارة التعليم. انت قصدك على نعيمة اللي بقت نارمان من هلله البعيدة. هي اللي مشتني من المسرحية، وكانت بتخطف مني كل الأدوار وقعدتني في البيت. مفيش غيرها اللي بتجوز عرفي كتير. انا الحقيقة رحت لها وسألتها عن موضوع الجواز العرفي ده، انكرت، قالت ان مش هي. طالما جواز عرفي والدكتوراه مفيش غيرها نعيمة سلطان، هو الحاجة اللي انت بتدور عليها دي مهمة قوي جدا. طب انا هقول لك على حاجه، لو جبت لها سيرتها هتعرف تاخد منها كل حاجه انت عايزها. نعيمه متجوزه اتنين في نفس الوقت. اتنين؟ واحد في السجن والتاني رجل اعمال. لو المعلومه دي اتعرفت هتروح في 60 داهيه. طب وايه الدليل على كلامك؟ عاشور جابر في سجن وادي النطرون، روح واساله. اصل انا ما هنش عليا إن جوزي وأبو ولادي يبقى بيضحك عليه ويفضل مخدوع. قلت لا، لازم تيجي تشوف بعينيك. أمال كنت حمار لما فكرت أتجوزك. أنا إزاي ما تخيلتش إن أنت ممكن أنت تخلص خالص؟ هيقولوا إيه يا جمال؟ هيقولوا إيه؟ اتنين في بيت كبير عريض لوحديهم ومقفول عليهم باب. إيه المبرر اللي عندهم؟ عندكم مبرر؟ أهو ما عندهمش. أنت إيه يا شيخة؟ عايزة مني إيه؟ عايزة تدمري لي حياتي ليه؟ لا يا ماما، الكلام ده ما يتقليش. انا انت اللي عملتي في نفسك كده. رحتي اتجوزتي راجل محترم متجوز، ولوثتي شرفه وسمعته في حاجات زباله. ما تصدقهاش يا جمال، دي كدابه. ما تصدقهاش؟ امال اصدق مين؟ خدي انا، استنى انا، حد امك اللي ربنا يكرمك في السجون يا واطي. يا جمال ما ينفعش كده. اهدى يا حبيبي، اهدى. ده ما ينفعش تحرق دمك عشان شوية ناس ما تستاهلش. ده كلام برضو.
جه الوقت دلوقتي ان كل واحد ياخد حقه. انا عارفه انك كاتب البيت ده باسم نجلة هانم، فحق ولادي لازم يرجع. خدي. امضي يا بت، امضي. وبالمرة بقى خدي مضلنا على دي كمان يا حلوة. وإيه دي كمان؟ ده تنازل عن المعرض منك ليا. أصل أنا ما بحبش أشارك حد. ما تقولها يا جمال. هتمضي ولا عايزة فيديوهاتك تبقى في كل حتة عشان الكل يتفرج ويشوف؟ أظن دلوقتي يا جمال ما ينفعش واحدة زي دي تبقى على ذمتك. مش قبل ما ربيها. لا 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 يا جمال، انت راجل ليك اسمك ومركزك، مش عايزين فضايح. طلقها طلقها يا جمال. انت طالق. هو ده كل الموضوع يا رؤوف بيه؟ اسمي رؤوف بيه بالنسبه لك. اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فهعديها لك، تبقى غلطان. مش هو المدرس بيبقى قدوه للتلامذه بتوعه؟ يا اخي ده اهاليهم بعتلهم امانه في ايدك انت واللي زيك. خلاص نقل بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ اكيد لا. طب ان هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها، امال جاب تليفون منا منين؟ الله، ما هو الموضوع لو زي ما انت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين اكيد هيكلمهم. لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون اي حد يعني. بصراحه انا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله. هو انت هتسيبني هنا؟ والله العظيم حرمت. هو ده كل الموضوع يا رؤوف بيه؟ اسمي رؤوف بيه بالنسبه لك. اوعى تفتكر ان انت عشان نسيبي فهعديها لك، تبقى غلطان. مش هو المدرس بيبقى قدوه للتلامذه بتوعه؟ يا اخي ده اهاليهم بعتلهم امانه في ايدك انت واللي زيك. خلاص نقل بيك. في حد كان عارف ان انت عندك صور وفيديوهات على اللابتوب؟ حد زي مين؟ أكيد لا. طب إن هو يجيب تليفونك ويكلمك ودي عرفناها، أمال جاب تليفون منا منين؟ الله، ما هو الموضوع لو زي ما أنت ما بتقول كده، فلما يلاقي صور وفيديوهات لبنات تانيين أكيد هيكلمهم. لما هو عفريت كده وبيجيب تليفون أي حد يعني. بصراحة أنا مش عارف والله. طلع لي الرقم اللي كلمك. طيب هو ده الرقم اللي كلمني. التليفون ده هيفضل معايا. ايه؟ وانت كمان يا رؤوف. رؤوف بيه والله. هو انت هتسيبني هنا؟ والله العظيم حرمت. خير، طلبت تقابلني تاني ليه؟ مش عيب تبقي راقصة محترمة وليكي سمعتك ودكتورة جامعية وتكدبي عليا؟ وانا هكدب عليك ليه؟ تخيلي
لما ينزل خبر في الجرايد الفنانة ناريمان تجمع بين زوجين، عاشور جابر المتهم في قضية فساد ورجل الأعمال فارس عوض الله. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه هنكدب تاني؟ الراجل اللي انت بتدور عليه بقى مركز مهم قوي في الدولة، بقى راجل جامد، وانا بصراحة اخاف اقول لك اسمه، اخاف على نفسي. طيب مكانه ايه وانا اقدر اوصله؟ مركز تطوير المناهج. واسمه ايه؟ انت طلبت تعرف مكانه وانا قلتهولك، بلاش حكاية اسمه دي. اه طيب حكاية بقى الدكتوراه المزورة دي انا هسكت عنها بدل ما بتستفيديش منها، انما حكاية جوازك من اتنين متهيألي يمكن ما اقدرش اسكت. خد بالك يا نعيمة. لا 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 يا حبيبي، انا مش عايزك تبقى زعلان كده، ده انت المفروض تبقى فرحان ان ربنا باين لك الحقيقه اللي كانت مستخبيه عنك. الو مساء الخير يا فندم. اه عز ابني. حاضر يا فندم، انا هتصرف معاه. شكرا قوي. ايه يا جمال عز ماله؟ ابنك فين يا هاني؟ بايت عند واحد صاحبه بيذاكره عشان عندهم امتحان بكره. يا غاز. ايوه يا عماد، ما تعرفش عز فين؟ مش عندك؟ الولد قال لي ان هو بايت عند واحد صاحبه بيذاكره. ما تتصل بيه يا عماد. افهم، الولد عامل صفحة على النت بيسرب امتحانات الثانوية العامة، وهو مطلوب انه يتحقق معاه، ولولا ان هم يعرفوا جمال كان زمانهم قبضوا عليه وراح في 60 داهية. ازاي زيزو يعمل كده؟ ماليش دعوة، اتصرف انت وابوك وشوف الولد راح فين. ابني هيضيع مني. طب اقفلي يا غادر، اقفلي، انا هشوفه عند حد من صحابه. ايوه بابا، انت فين؟ أنا عند مندور، في حاجة؟ غادة كلمتني وبتقولي إن زيزو طلع بيسرب أسئلة الثانوية العامة على النت ومطلوب القبض عليه. زيزو. هلو. إيه ده؟ أنت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت إجابة الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحان إيه؟ انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ امك بقى كان ليها حق لما قالت لي ان انا ما عرفتش اربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف انك انت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب ابوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش انا. انا ما عملتش حاجه غلط. اللي انت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع ايه في الاخر؟ ولا حاجه. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها اصلا. انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهم. اقفل الصفحة دي حالا. حاضر. انت عرفت منين اسئلة الامتحان من قبل ما تدخل؟ ابو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. ابو فادي؟ اه. وابو فادي ده بيشتغل ايه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهولة دي؟ اللي اعرفه انه ماسك المناهج بتاعت وزارة التربية والتعليم. اه. اسمه ايه؟ اسمه كمال. كمال ايه؟ والله ما اعرف قاله. طب يلا الحق الامتحان بتاعك. انا هنا عشانك يا استاذ سامح. ساعدني يمكن اقدر ارجع لك حقك، ده انت مخرج كبير. كنت ده انا نسيت ان انا مخرج اصلا، مع ان افلامك كلها ناجحه وليها قيمه. محدش بيطلبني في شغل خالص دلوقتي، بقيت موضه قديمه. شفت سهله ازاي؟ هو ده السبب ولا السبب انك انت كنت متجوز ابتسام؟ انا عارف انك انت طلعتها غصب عنك. الله يرحمها، كانت أحسن حاجة في حياتي. فضلت جنبي لغاية ما وقفت على رجلي ونجحنا سوا، بس ما كملناش. طلبوا مني أطلقها عشان عجبت واحد من الكبار، ولا اللي كنت فاكر ده بيحصل في السينما وبس. قالوا لي طلقها وندي لك اللي أنت عايزه. طلقتها؟ لا طبعا ما طلقتهاش. وبعدين الكوارث بقى نزلت على دماغي من فوق،
آخر فيلم أخرجته كان من إنتاجي، قاعد مرمي في العلب سنين طويلة وخسرت كل فلوسي. ولما كان يجي لي شغل تاني بعدها، تاني يوم يجي لي تليفون يقول لي خلاص يا أستاذ جبنا مخرج غيرك. كل ده وما طلقتهاش؟ ما طلقتهاش لحد ما لفقوا لي قضية وجالي وعد هددني إن مش هغرب منها إلا لو طلقت. ساعتها بس طلقت. وهي كان موقفها إيه؟ لا حول ليها ولا قوة. هددوها إنها مش هتشتغل وهتقعد في البيت. إذا كان أنا الراجل ما عرفتش أعمل حاجة، يبقى هي تقدر تعمل حاجة. العجز وقلة الحيلة أصعب إحساس ممكن يواجهه بني آدم في حياته. ودخلت في نوبة اكتئاب وسافرت البلد في الشرقية لحد الثورة ما قامت. حسيت إن ربنا ساعتها جاب لي حقي. كنت مفروض تتكلم وتقول على حصل. أتكلم أقول إيه وأتكلم مع مين؟ إذا كانت البلد بتاعتهم هو ينفع إن أنا أشتكي الظالم للظالم؟ البلد مش بتاعتهم يا سامح، البلد بتاعتنا إحنا. لما يبقوا محتكرين السوق أرض وإعلام وفلوس وسلطة يبقى بتاعتهم، بس الحمد لله الثورة قلبت الترابيزة عليهم. يبقى مش بتاعتهم يا سامح. يا رب يا رب شفيهم يا رب يا رب. إذا كنت بتعاقبني هو ملوش ذنب، عاقبني أنا. اللهم إني أسألك الشفاء العاجل يا حبيبي يا ابني. لا مفيش. انا تعبت يا مامي خلاص، انا خلاص مش قادرة. ان شاء الله هفوق وهيرجع احسن من الاول كمان. يا رب يا مامي. ربنا كبير. وانت وصلت مع سامح ده ليه؟ قال لي ان بسوني ده ورا ناس تانية رباطية عايزين يتحكموا فينا وفي مستقبلنا وفي عيشتنا وفي اكلنا، حتى راينا مش هنعرف نقوله. استاذ هلال، حضرتك عارف ابراهيم رشدي الصحفي؟ اه اعرفه من ايام ما كان صحفي صغير، كان تلميذ او دراز. يوه ده حاله دلوقتي اتقلب على الاخر، بعد ما كان بيقدم برنامج بيفضح فيه الفساد ويتكلم في السياسه، دلوقتي عامل برنامج اسمه أهل الشهرة بيستضيف فيه فنانين ولاعيبة كورة. أنا لقيت أخبار عنه تخص اللي احنا بندور عليه، كان عامل حلقات كتير في برنامجه القديم عن الاحتكار اللي حصل في الاقتصاد المصري، ولقيت حلقة منهم بيتكلم عن قتل ابتسام فهمي وبيقول إن الحدث ده مدبر مش عادي. حلو قوي، حاولي توصلي له قولي له اللي أنا عايز أقابله. ها؟ ده ممكن يوصلنا لحاجات كتير. ده بابا، ثانية هرد. أيوة يا بابا. اه انا معاهم. طيب حاضر حاضر. بابا عايز يقول حاجه. في برنامج دلوقتي شغال بيتكلم عن مريم رياض واسباب انتحارها، اتفرجوا عليه بسرعه على قناه سي بي سي. افتح التلفزيون يا دراز. طبعا مسؤوليه كبيره لما فنانه زي مريم رياض تكلمني علشان اصيغلها من مذكرتها. بس استاذ لطفي، يعني حضرتك كنت قريب من مريم رياض في اواخر ايامها، تفتكر تقييمك ايه؟ هي انتحرت ولا اتقتلت؟ الحقيقه اللي انا شفته في ايامها الاخيره يخليني متاكد انها انتحرت. متاكد انها انتحرت؟ يعني مفيش ولا حاجه من كلام المشككين اللي بيقولوا انها قد تكون قتلت، مفيش ولا حاجه من دي ولا نسبه بتخليك تشك انها يمكن تكون اتقتلت؟ لا الحقيقه اصل حالتها النفسيه في اواخر ايامها يعني كانت سيئه جدا، وده بسبب بعد الكاميرات عنها، محدش من المنتجين بيتصل بيها، شكلها كان اتغير بسبب المرض وكبر السن. بس معلش يا استاذ لطفي، يعني كتير من النجمات مروا باحوال متشابهه، دي سنه الحياه، الاضواء بتنحسر والنجوميه بتغيب، لكن مش لازم الموضوع يصل لمرحله الانتحار يعني. صح، لكن هي اصلها يا استاذ لطفي، استاذ لطفي لو سمحت، هل
انت مصر، حضرتك مصر ان مريم رياض انتحرت ولم تقتل؟ ايوه متاكد، متاكد انها انتحرت. بيؤكد لنا هنا النهارده وعلى الهوى وعلى عهدته ان الفنانه مريم رياض انتحرت ولم تقتل. وخليني اتنقل بقى معاك لمذكرتها. انا بعتذر، انا بعتذر جدا وبعتذر للساده المشاهدين، مش معقول اقول الكلام دوت، دي اسرار مهنه. انا اسف جدا، انا اسف. اسرار ايه يا فندم؟ اسرار ايه يا استاذ لطفي؟ مريم رياض الله يرحمها يعني ملتك مذكراتها عشان تنشرها مش عشان تخليها في بيتكم، ومن حق الجمهور ان يعرف محتوى هذه المذكرات، خاصه انها كانها اصبحت راي عام، قضيه موتها بقت راي عام. لكن صاحبه الاسرار دي توفت، وانا اؤكد لك واؤكد للساده المشاهدين ان المذكرات دي، مضمون مذكراتها دي، مفيش اي حاجه تفيد القضيه، قضيه موتها، أقصد قضية انتحارها. مش هقول حاجة تاني بعد كده. إذن الإعلامي لطفي الهلباوي ما زال مصر برضو إن مريم رياض انتحرت ولم تقتل. وحننهي الحوار هنا، مش عشان الإجابات كلها تم أو الأسئلة كلها تم الإجابة عنها، ولا علشان المعلومات اكتملت، لكن لأن الضيف قرر إنه مش هيقول أي حاجة تانية. شكراً أستاذ لطفي الهلباوي، وما زال تحقيقنا مستمر، ولكن بعد الفصل. لطفي الهلباوي ده كذاب، ازاي مريم تطلب مني وكتب لها مذكراتها وطلع يؤكد انتحارها؟ واهلا بيكم مره تانية في هنا العاصمه، وتحقيقنا في خفايا واسرار لغز موت الفنانه الراحله مريم رياض ما زال مستمرا. معنا دلوقتي الدكتور مصطفى مهران، الطبيب النفسي المعالج لمريم رياض. لكن خلوني اقول لكم بس قبل ما نبدا هذا الحوار، اننا هنا في هذه القضيه بنبحث قضيه تتعلق بالمصلحه العامه. هذا الحوار ليس بغرض الاثاره ولا النميمه ولا الخوض في اسرار الفنانه الراحله اللي كانت بتبوح بها لطبيبها النفسي. هدفنا من هذا التحقيق هو البحث عن حقيقه قضيه اصبحت قضيه راي عام. دكتور مصطفى مهران اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني في ناس لسه كتير جدا مش مقتنعه بحكايه المرض النفسي، ومتخيلين انه اي حد بيروح لطبيب نفسي لازم يكون مجنون. ومين قال لحضرتك انهم ما بيروحوش؟ هم ما بيقولوش انهم بيروحوا. النهارده عيادات الطب النفسي بقت فيها مرضى اكتر من العيادات التانيه. المرض النفسي مش عيب، العيب بقى اننا نتجاهله لحد ما يكبر ويفوت اوان علاجه. صحيح دكتور، خليني اسالك بشكل مباشر، هل كانت مريم رياض بتعاني من مرض نفسي؟ الحقيقه مريم رياض كانت بتعاني من العديد من المشاكل النفسيه. برغم كل النجاح والشهره وحب الناس، ازاي يعني؟ النجاح ده كان من بره بس، لكن حياه مريم رياض الفعليه كانت صعبه جدا، خصوصا في السنين الاخيره قبل وفاتها. انا عارفه انه في قواعد كتيرة بتحكم قدرتك انك تفصح عن معلومات عن المريضة النفسية بتاعت حضرتك، لكن في حدود هذه القواعد ايه اللي ممكن تقوله لنا وتشرح لنا عن حالة مريم رياض؟ كانت عندها ايه؟ ايه المرض اللي كانت بتعاني منه؟ حالتها كانت ايه؟ الاكتئاب. مريم رياض كانت نجمة، الجمهور كله كان بيحبها، الكاميرات والاضواء كانت قريبة منها طول الوقت، مفاجأة مرة واحدة يختفي كل ده، طبيعي انها تدخل في حالة اكتئاب. بس يعني حالة اكتئاب توصل لدرجة الانتحار؟ حضرتك لسه قايل في بداية كلامك انه ناس كتيرة عايشة بالمرض النفسي، ماشيين حياتهم كلها بيها، توصل لمرحلة الانتحار؟ عندك حق، هو مش الاكتئاب بس، ده بالإضافة لمرضها ومشاكل عائلية حصلت لها أثرت عليها وولدت عندها ميول انتحارية. والميول دي اتحققت فعلا؟ للأسف. يعني انتحرت؟ أصعب حاجة ممكن تقابل المريض النفسي استهتار الناس بمرضه. يعني البيت طلع مش مسافر ولا حاجة أهو. ده بيقول إن مريم انتحرت. أنا لما رحت له قال لي ما انتحرتش ولا حاجة. أنا اللي بقيت مش فاهم حاجة خالص. طب ليه الدكتور ده بيكذب؟ نهى، كلمي لي أبوكي، خليه يوصلني بأي حد في البرنامج ده. عايز ألحق مصطفى قبل ما يتحرك من هناك. حاضر يا أستاذ. اهلا يا سياده اللواء. اهلا بك يا شادي. ازي حضرتك؟ عايزك من فضلك توصلني لمصطفى مهران، الضيف اللي كان عندك هنا من شويه. بس ده مشي يا استاذ والله.
مش ازاي؟ طب معاك عنوانه؟ لا للاسف ما معيش عنوانه والله. ازاي ما تعرفش عنوانه؟ ومش كان ضيف عندك في الحلقه وعربيه الانتاج بتروح تجيبه وتوديه؟ يا سياده اللي هو خطه البرنامج جاي من اداره القناه وفريق الاعداد ما عرفش اي حاجه عن الحلقه دي بالذات، والاستاذ مصطفى مشي بعد الحلقه على طول ورفض ان الانتاج يوصله. طب انا هبلغ رؤوف يتصرف، وما دام مصطفى موجود في مصر هيعرف يجيبه. يلا بينا. سيادة اللواء. نعم. يعني لو ما وراكش حاجة دلوقتي أنا عندي حلقة كمان خمس دقايق، والضيف اللي كان هيجي فيها حصلت له مشكلة واعتذر. لا متأسف ورايا مشوار مهم. يلا بينا. لو علي أنا عادي يعني، أنا ممكن أتصرف. طيب وظروف الإنتاج إيه؟ لا تمام، الظرف هيوصل حضرتك قبل الهواء. طيب معلش يا هلال، أنا مضطر أقعد لأنهم بيحتاجوا الخبير استراتيجي. خبير استراتيجي؟ خبير استراتيجي. قولي يا مندور، هو الخبير الاستراتيجي ده بيبقى خريج ايه؟ انا بقول كده برضو. كله تمام يا رؤوف باشا، قبضنا على المراقب. تمام يا فندم. ايوه يا رؤوف، اجيلك دلوقتي؟ طيب طيب. برضه هلال ما بيردش. طب وبعدين؟ انا كده ابتديت اقلق بجد. هي نورهان لسه ما جاتش؟ لا لسه، وكلمتها برضه ما بتردش. الله، هي ايه الحكايه؟ محدش فيهم بيرد على التليفونات، امال الموبايلات دي اخترعوها ليه يعني؟ طب ما احنا نروح نطب عليهم ونشوف في ايه. ده جبت التايه يا زكي. احسن يكونوا اتخطفوا. فلا الله ولا فالك يا اخي، هو احنا ناقصين؟ سيوني ناصر ملحقناش، شكله انتحر. يعني الراجل اللي كان بيراقبني ده كان ضابط سابق؟ كان في الحراسات الخاصة، قدم استقالته من 6 سنين، كانت خدمته مع حازم منير. حازم منير؟ حازم منير ده مش ده اللي كان حارس خاص لبسيوني؟ بالظبط. يا ساتر. يا فؤاد باشا. حاضر يا فندم، أنا هتحرك على هناك حالا يا فندم، حالا سعادتك. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل اتفضل. إيه؟ في إيه؟ بس يوني نصر لقوم انتحر في مكتبه. انتحر؟ أو اتقتل. متأكدين إنه انتحر؟ مفيش أي مظاهر عنف في الفيلا، والبواب والجريان بيأكدوا إن مفيش أي حد دخل أو خرج. تقرير الطب الشرعي هيطلع إمتى؟ ما دام في شك إنها جريمة قتل مش انتحار، يبقى التقرير هياخد وقت شوية يا باشا. بعد إذنك يا رب. اتفضل.
ربنا يقومك لنا بالسلام. والله ما زعلك تاني. ازيك؟ الحمد لله. انا اسفه اني دخلت. بتتاسفي ليه؟ وبعدين انت ليه كل لما بتيجي بتقفي بره ما بتدخليش؟ مش ببقى عايزه ازعجه يعني. فعلا ولا خايفه مني؟ بصراحه خايفه منك. انت اسمك ايه؟ رضا. يا ترى عايز يعرف انت بتحبيه قد ايه؟ باين عليك يا رضا، كفايه ان انت الوحيده من اصحابه اللي بتيجي تسال عليه وتزوره. لا والله ده كلهم نفسهم يجوا بس بيخافوا منك برضه. قولي لهم ما يخافوش، طالما انكم بتحبوا عز وعز بيحبكم يبقى انا كمان احبكم. كلميهم قولي لهم يجوا في اي وقت. بجد انا هكلمهم دلوقتي حالا. لا مش لازم حالا، يمكن مش فاضيين. مش فاضيين مين؟ دول قاعدين مقطوعين من ساعه اللي حصل لعز. هكلمهم. لطفي حسان الهلباوي خريج كلية إعلام، اشتغل في التلفزيون المصري مذيع إخباري، وفي سنة 2004 اشتغل معد لأكثر من برنامج فني. في 2010 بقى رئيس ماسبيرو، نفس السنة اللي اتقتلت فيها مريم. يعني الترقية دي كانت كادو على اللي عمله. الغريبة بقى إنه اختفى بعد الثورة، وطلع من سنتين بس وبقى صاحب أكبر مجموعة قنوات في الشرق الأوسط. نفس السياسة بتاعته، وطبعاً هدف القنوات دي معروف. الدنيا كلها مقلوبة بسبب انتحار بسيوني ناصر. ريح وارتاح، لقى نفسه هيقع ويتفضح، قال لك أما أخلص بقى. أنا بستعجب إزاي واحد زي بسيوني بسلطته وفلوسه ينتحر كده بكل ضعف. الطريقة اللي مات بيها دي أكيد ميت منتحر. أو اللي قتله عايزنا نفكر في كده. زي مريم رياض بالظبط. أنا بتهيألي بسيوني ده كبش فدا. أيوه بس مين ليه مصلحة إن هو يقتله؟ لما اوصل للراجل الكبير اللي قالت عليه مريم ساعتها هقول لك مين اللي له مصلحه. طب وبعدين يا استاذ؟ الطريق اللي احنا كنا ماشيين فيه اتسد بعد موت بسيوني، ايه اللي في ايدينا نعمله؟ هنستنى تقرير الطبيب الشرعي وهنشوف النيابه هتقول ايه. يا رؤوف في ايه تاني؟ التقرير المبدئي للطب الشرعي ظهر يا فندم. بيقول ايه؟ بيقول ان في اثار تكتيف على ايد بسيوني وكدمات حصلت له قبل الوفاه مباشره. يعني ظننا طلع في محله. بس ما نقدرش نتاكد من ده غير بعد التقرير النهائي. اسمع يا رؤوف، لحد ما التقرير يطلع عايز كل حاجه حصلت حوالين مكتب بسيوني واي حد كان ليه بيصله قبل الحادث. امر سعادتك. هو هلال ما وصلش الحاجه؟ اسمع يا رؤوف، الحراسه تستمر على هلال، لسه حياته في خطر. اهلا اهلا باستاذنا الكبير. اتفضل. شكلك مستنيني اجي قبلك. في الحقيقه انا كنت متوقع المقابله دي. يبقى نخش في الموضوع على طول. قتلتوا مريم رياض ليه؟ قتلنا؟ حضرتك فاهم غلط يا استاذ. انت ما اتفرجتش على البرنامج ولا ايه؟ مريم رياض انتحرت بسبب حالتها النفسيه، وده الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مهران الطبيب النفسي اللي كان بيعالجها. انا قابلت مصطفى وقال لي على الحقيقة. أنا أختلف معاك يا أستاذ، أنا اتعلمت الصحافة والإعلام على أيدين أساتذة كبار اللي منهم حضرتك طبعًا، وعلموني إن الحقيقة هي اللي ظهر للناس وواضحة. الكلام بقى اللي بيتقال خلف الأبواب المغلقة دي تعتبر أسرار، وما دام سر يبقى خطر إنه يتنشر. هي فعلًا خطر، بس عليكم أنتم. إحنا؟ إحنا مين؟ ما توضح كلامك يا أستاذ هلال. تقصد بسيوني نصر؟ الله يرحمه ويسامحه. انا قلنا مش عارف هيسامحوا على ايه ولا ايه. ده طلع عامل بلاوي يا استاذ، وفي الاخر هو اتفضح، قتل نفسه ومات كافر. مين الباشا الكبير؟ يعني مش فاهم قصدك على مين. الراجل الكبير يا لطفي اللي كانت تقصده مريم في مذكراتها، واللي انت رحت ووصلت له الخبر اللي بسببه اتقتلت مريم. الراجل اللي خلاك بعد ما كنت مجرد مذيع قعدك على الكرسي الكبير ده وبقيت رئيس ماسبيرو. ايوه يا استاذ هلال، أنا قدرت أجيب ورق مهم جدا هيفيدك.
فاكر الملفات اللي كانت معايا وقت برنامجي ما توقف؟ انا اتصلت بمصادري وقدرت ارجعها. يلا بسرعه، انا في انتظارك. مع السلامه. نعم يا ست، ايه بقى الموضوع اللي حضرتك عايزه تكلميني فيه؟ عماد عايز يتجوزني. مبروك حبيبتي، انا موافق طبعا. وده عايز السؤال؟ ما انا عارفه يا بابا انك هتوافق، وانا كمان موافقه، بس خايفه. خايفه من ايه يا حبيبتي؟ عماد ده شاب ممتاز وابن ناس محترمين، وكفايه انه ابن هلال. يا بابا السبب مش عنده، السبب عندي انا مش عارفه بعد اللي مريت بيه هعرف اعيش حياه طبيعيه زي بقيه الناس ولا لا. طبعا يا حبيبتي، بعدين دي مساله لازم انت اللي تقرريها. انا مش عايز افرض عليك حاجه يا حبيبتي، مش عايز اكرر الغلطه اللي عملتها قبل كده يا حبيبتي. بابا اللي حصل لي ده مش سهل يتنسي في يوم وليله. انا عارف انه مش سهل، بس صدقيني اي حاجه بتحصل للواحد في حياته بيستفيد منها، سواء كانت كويسه ولا وحشه. هتستني بقى لحد ما عماد يجي يطلبك، ولا اروح اطلب ادانه بقى من هلال؟ دي الاوراق يا استاذ هلال. الورق ده بقى هتلاقي فيه اسماء الشركات اللي اتباعت برخص التراب، وهتعرف اتباعت لمين واتباعت ازاي. وهم ازاي يشتروا الشركات ببلاش كده؟ البورصه، يضربوا اسهم اي شركه وينزلوا بسعرها لغايه ما الشركه دي تفلس وصاحبها عين يبقى مش لاقي ياكل، يشتروها منه ويشغلوها تاني والسهم يعلى وهكذا. يعني الاوراق دي لو اتقدمت للنيابه تبقى دليل ضدهم؟ الملف ده لوحده يثبت التربح والكسب الغير مشروع للجدع اللي اسمه محمد عبد المجيد، يوديه السجن. ما هو في السجن، قصدك بقى يوديه النار. عارف يا فندم، محمد عبد المجيد ده سنة 2007 كان عنده شركة صغيرة كده، ضحكوا عليه واستغلوه لغاية ما خلوه حوت في السوق، مع انه راجل غلبان. لا ده مش غلب، ده طمع. طيب انا متشكر يا ابراهيم، اسمك هيفضل بعيد. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب إن شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي أكبر شركات في البلد. ما هم حطوا إيدهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الأسعار زي ما هم عايزين. ده أقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. طمن يا هلال، اطمن. الورق ده هيساعدنا جدا، وفي اسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. انت عارف المشكله فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. ما كتبتوش حاجه جديده؟ نكتب عشان مين يغني؟ محدش ليه نفس رضا، وانت اولى. قولوا لي يا اولاد، هو زيزو بيعرف يغني فعلا؟ هو اللي عامل الفرقه، ليه جمهور على فكره، وناس كتير بتحبه، فيهم ولاد وفيهم بنات، بس البنات عايزه حش رقبيهم. هو مين فيكم اقرب واحد لزيزو؟ فادي ورضا هم اقرب ناس لزيزو. انتوا عارفين ان انا نفسي احضر لكم حفله، بس لما زيزو يقوم بالسلامه. ان شاء الله. شكلك بتحب زيزو قوي. احنا اخوات، بس مدي عشان اخر موقف بينا كانت خناقه وقفشنا مع بعض. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، لا انا ضايقته ولا هو ضايقني، قاعدين هما السبب. مش ذنبي ان ابويا طلع مزور، وانا اتبسطت لا بالفلوس ولا بالمناظر الكذابه اللي حواليه، لان انا عارف انها جايه من سكه شمال ودي اخرتها.
وديته في داهية وخسرتني صاحب عمري. لا لو على صاحبك ما تقلقش، زيزو بيحبك وهينسى اي حاجه حصلت، ما هو طول عمره بيحكي لي عنك. انت بس ادعي له كده ربنا يقوم بالسلامه. ادعي له؟ انا بدعي له اكتر من ابويا. لا دي بقى معكش حق، ده برضه في الاول وفي الاخر هيفضل باباك. غريبه انت اللي بتقولي كده، مع ان انا عارفه انت عايز تقول ايه. انا بابي استغنى وغلط، بس ان شاء الله هو هيطلع يرجع وسطينا. بس لو ما لقيناش معاه وحواليه مش هيفرق معاه انه يرجع كويس تاني. معاكي حق، ما تزعليش مني، ما كنتش اعرف انك بتعرفي تقولي كلام كبير كده. ولا حتى صغير يا عم. بتقولكوا ايه؟ انا جاتلي فكره مجنونه.